حد داخل اونلاين؟ طيب احنا النهارده ان شاء الله هنكمل. احنا كنا بدأنا في المره اللي فاتت عن المحاضره او الفرق ما بين القياده والاداره، وقلنا ان احنا دايما عايزين نبقى في الشغل بتاعنا قاده مش مديرين، وقلنا ان الاداره عموما او المدير بيبقى ليه اساليب كتير او طرق كتير في الاختيار، ممكن يكون الاكبر سنا، ممكن اللي معاه شهاده، ممكن اللي معاه واسطه، ممكن ليه علاقات، يعني بيبقى لها اسباب كتير جدا. لكن في النهايه اللي بيقود المنظومه دايما المستشفى او القسم او المكان اللي احنا شغالين فيه بيبقى واحد ليه مواصفات مختلفه تماما. يعني ممكن ما يكونش مدير المستشفى معاه الـ يعني اللي بيدير المستشفى نفسها، ممكن يكون قائد للمستشفى ما يبقاش معاه الاثوريتي بتاع مدير المستشفى، ما معهوش التايتل بتاع مدير المستشفى. لكن انت لما يبقى عندك مشكله ممكن تلجأ له عشان يحلها. وقلنا ان في حاجات كتير جدا او معايير كتير جدا بنقسم على اساسها القياده او قياده المستشفى نفسها. قلنا كمان ان القياده ممكن القياده بتختلف من فرد للتاني في خلال نفس المؤسسه على حسب المشكله اللي احنا بنتعرض ليها. يعني هل انت ممكن يكون عندك مثلا مشكله في توفير بعض المستلزمات في المستشفى، فبتلجا مثلا للدكتور احمد لان الدكتور احمد عنده علاقات كويسه مثلا مع المجتمع المدني فيقدر يحل لي المشكله. عندك مشكله تانيه في ان عندك الفريق اللي شغال في المستشفى او القوى البشريه قليله شويه، فهتلجا للدكتور محمد لان الدكتور محمد علاقته كويسه جدا مثلا بوكيل وزاره فيقدر يوفر لي تيم معين. او عندك مشكله تانية مثلا مع الـ الحي او المحافظه او كده، فهتلجا للدكتور مثلا علي عشان الدكتور علي ليه قرايب في المحافظه. ففي النهايه كل مشكله انت بتتعرض ليها بتحتاج تتواصل مع حد مختلف عشان تحل المشكله. يبقى في المشكله دي القائد هنا ممكن يكون مختلف عن القائد هنا، مختلف عن القائد هنا، وكل قائد من دول ممكن ما يكونش نفس الشخص، والثلاثه ممكن ما يكونوش اللي احنا ضربنا بيهم امثله، ممكن يكون دول مش مديرين المستشفى او مش مدير المستشفى. يبقى المدير ده حاجه انت واخدها بقرار، يعني ده تايتل انت واخده، لكن مش معنى كده ان انت تكون قائد المنظومه نفسها. وقائد المنظومه مش لازم يكون معاه قرار، لكن هو عنده بعض السكيلز او بعض او التالنت لقيادة المنظومة في جزء معين أو في كل حاجة لو هو الراجل فعلا كويس أو مؤهل لده. تمام؟ ده بالنسبة لحتة قلنا الفرق ما بين القيادة والإدارة، وقلنا إن إحنا عايزين كلنا نبقى قادة في الأماكن بتاعتنا ما نبقاش مديرين. وضربنا مثال حتى بأنواع القيادة، وقلنا إن ممكن يكون الحاجة نظامها زي حاجة أوتوكراتيك، وقلنا ممكن يكون ديمقراتيك او بارتيسيبيتيف، وقلنا ممكن يكون فريرين او لسيفير، وضربنا تقريبا مثال بكل واحد. لكن النهارده هنتكلم بالتفاصيل اكتر عن الجزء ده. النهارده بقى ندخل على جزء القياده او ازاي نبقى قاده، يعني ايه يعني تعريف او المفاهيم بتاع القياده في اي منظومه صحيه. احنا في الاول لازم نبقى عارفين ان انت ممكن تكون يتقال عليك قائد لكن تكون انت جود ليدر. ممكن يكون انت قائد ليك تاثير على الناس اللي حواليك، لكن التاثير ده ممكن يكون جيد، وعلى النقيض ممكن يكون باد ليدر، يكون انت قائد بالفعل لكن التاثير بتاعك رغم ان ليك تاثير واضح على الناس والناس بتسمع كلامك او بتتاثر بيك بغض النظر برضو انت معاك حته الاداره ولا لا، لكن يكون ممكن يكون باد ليدر، بتوجه ناس او بتقود الناس غلط. زي ايه مثلا؟ واحد موجود في اسم معين الناس كلها بتحبه او بتسمع كلامه او بتخاف منه، او يعني ايا كان معايير القياده جواه، فهتسمع كلامه وتنفذ تعليماته اللي هيقولها حتى هو مش مدير مستشفى. ممكن يكون التعليمات او الاوامر او رغباته اللي هيطلبها من الناس دي ممكن تكون حاجه مش كويسه. ففي النهايه الاكشن اللي هيتاخد من مجموعه العاملين في المستشفى هيكون ليه باد امباكت على المستشفى. يبقى انت دلوقتي بتقود المجموعه، انت راجل ناس بتحبك وبتسمع كلامك، فبتوجه الناس انها تعمل مشاكل او بتوجه الناس انها ما تشتغلش او بتوجه الناس لاي حاجه سلبيه على المؤسسه نفسها. ففي الحاله دي البات ليدر مس جايد، يعني انت انت ليدر فعلا ما حدش يقدر ينكر ان ليك تاثير واضح على الناس، لكن للاسف التاثير ده سلبي. في حين ان الناس الكويسه او القاده اللي هو الجود ليدرز بيوجهوا الناس لايه؟ للعمل الصح عموما او الجود اكشن. يبقى زير ار جود ليدرز هو اكتف جايد اند باد ليدرز هو اكتف ديس جايد، هينث ليدرشيب از اباوت
بيرسوسيشن بريزنتيشن اند بيبل سكيلز. دي تقريبا اللي هي المفاهيم العامه بتاع القياده عموما، ان انت عندك المقدره على التاثير على الناس اللي حواليك، وعندك المقدره على ان انت تبريزنت يور سيلف، تقدر تتكلم وتقدر تعبر عن نفسك، عن احتياجاتك، عن افكارك، عن توجهاتك، عن خططك. انت واحد بتعرف تتكلم وتعرف تبريزنت يور سيلف كويس. وثالث حاجه عن البيبل سكيلز، سواء السكيلز دي عندك انت كقائد، او ان انت تقدر تستغل السكيلز او المهارات اللي موجوده عند افراد الفريق اللي شغالين معاك، وبالتالي تقدر تاخد منهم رغباتك او اللي انت عاوزه. يبقى الليدرشيب زي ما احنا شايفين في الصوره كده، اتس ريليشن شيب ان اتش وان بيرسون، اللي هو القائد، يبقى في فرد واحد بس. انفلونس اذرز تو ورك توجذر اور ريليتد تاسك تو اتين ذات ويتش ذا ليدر ديزاير. انت عندك رغبه معينه او هدف معين، وعندك المقدره ان انت تاثر على كل الناس اللي حواليك، وبالتالي بالتاثير بتاعك ده تقدر توصل بتعاون مع المجموعة ان انت تحقق كل اهدافك او الغرض بتاعك. ليه؟ لان مفيش حد يعرف يشتغل لوحده. احنا لو جينا نتكلم مثلا، نضرب مثال بمدير مستشفى حابب ان هو يعني مثلا يشغل العمليات، كان بيشغلها مثلا سي عمليات العظم بيشغلها يومين في الاسبوع سبت وثلاث، فهو عايز يزود الايام شوية عشان يقلل الويتنج ليست او يزود الايه الانتاج او البرودكشن بتاع اسم العظام. فقال خلاص احنا هنشتغل سبت واثنين واربع بدل سبت وثلاث. هل هو هيدخل العمليات يشتغل بايده الحالات؟ لا مش هيدخل. هل هو يقدر ان هو يحسن الارقام لوحده؟ لا مش هيقدر. طب ازاي يوصل للتارجت بتاعه؟ ده الهدف بتاعه، لكن هو مش هيشتغل بايده، هو مش هيحقق الهدف بايده، لان هو ما عندوش المقدره يعمل ده. لكن هو عنده مقدره تانية خالص ان هو يقدر ياثر على الناس اللي حواليه. هيجيب دكاتره العظم، يا جماعه احنا نقعد مع بعض ولازم نشتغل كلنا وايد واحده، وهنحاول نزود الايام برضو. الناس اللي احنا هنشتغلهم دول كلهم اهالينا، ماشي، فنقدر نوفر عليهم مجهود، والناس اللي تعبانه بدل ما تقعد تعبانه شهرين ثلاثه نوفر عليهم وقت شويه. وفي الحاله دي يبقى احنا عملنا عمل خير، ربنا يجازيكم عليه كل خير. ده ممكن ياخد التالنت او التارجت بتاعه بحته العاطفه. ممكن واحد تاني، انا عارف ان انت مش هتشتغل غير ما تاخد فلوس، يا جماعه اشتغلوا وانا احطكم عليه في المكافآت بتاع قائم الانتظار، ومرتبك بدل ما يبقى 4-5 تلاف لو انت اشتغلت كويس وعرفنا نخلص هيبقى 7-8 تلاف جنيه. فده هيشتغل عشان ياخد ايه؟ فلوس. واحد تاني، والله انا هجيب رئيس القسم بتاعكم وهعينه نائب مدير مستشفى رقيته، واخد اللي بعده اللي ليه تاثير على الناس اخليه رئيس قسم، واخد منكم 2-3 نواب اداريين اكبر القسم بتاعكم واخليكم مسيطرين على المستشفى كلها. فالناس هتستجيب لده لمجرد انها هيبقى لها ايه؟ دور في الاداره بتاع المستشفى. فانت عندك المقدره ان انت تاثر على كل الناس اللي حواليك عشان الناس كلها تشتغل ليك وتحقق الهدف بتاعك. ايا كان بقى الوسيله اللي انت هتوصل بيها، ما دام هي وسيله كويسه مفيش اي مشكله خالص. لان في النهايه زي ما اتفقنا، المدير او القائد او رئيس المنظومه او راس المنظومه مستحيل يشتغل لوحده، ومش هيقدر يحقق البلان بتاعته او الخطط بتاعته في المستشفى بدون ما كل الفريق يشتغل معاه. يبقى ازاي تاثر على الفريق وازاي تقنعهم ان هم يشتغلوا معاك عشان يحققوا اهدافك؟ هي دي فكره الاداره. يبقى الابيليتي تو بيرسويت اذرز تو سيك ديفايند اوبجكت انسوستيكلي اتس ذا هيومن فاكتور ذات بايند بيبل توجذر اند موتيفيت ذم توردز جول. يبقى هي مقدرتك على التاثير على الناس عشان يحققوا اهدافك بنجاح، هي دي فكره الاداره. وتيز هيومن فاكتور ده عنصر بشري او طبيعه بشريه بتخلي الناس كلها ترتبط ببعضها عشان بالحماس وبالتشجيع يقدروا يحققوا ايه؟ الهدف بتاع القائد في النهايه. وادوا تعريفات كتير للليدرشيب او ادوا لها سكيلز كتير. يعني قال لك اللي هو الامباور بيبول، ده من الحاجات الاساسيه للقائد عشان يقدر يشتغل ويأثر على الناس. انسباير بيبول، lead a change، ان انت يبقى عندك المقدرة على التغيير او تقود التغيير. shared vision، يبقى ليك انت رؤية او فكرة معينة وتقدر تشارك الناس فيها عشان يساعدوا معاك. كل دي افكار، وهي طبعا في حاجات كتير جدا او عناصر كتير جدا في القيادة مطلوبة عشان تقدر تقنع الناس اللي حواليك. ما ينفعش ان انا اجيب واحد ما عندوش اي سكيلز او اي موهبة واقول له انت القائد بتاع المجموعة دي، انت اللي هتوجهه وانت اللي هتشتغل. محدش هيسمع كلامه ومحدش هينفذ اللي هو عاوزه حتى لو عنده بلان كويسة، لان بكل بساطة ما عندوش الموهبة او التالنت بتاع القيادة. يبقى الليدرشيب او دي المواصفات بتاع القائد عموما. الليدر هو it is about motivating your people، ازاي ان انت تقدر تشجع الناس وتحمسهم وتحفزهم
عشان يشتغلوا معاك وعشان يحققوا التارجت بتاعك. مش بسهوله تقدر تشجع الناس او تقنعهم ان هم يشتغلوا. الناس بطبيعتها كموظفين، لو بنتكلم في موظفين الحكومه، هو عايز يروح من 8 ل 2 شغل، ومش عايز وجع دماغ، عايز اليوم يعدي. احنا حتى ساعات بنقول ان في بعض المديرين بيبقى التارجت بتاعه ده مش قائد خالص، ان هو بالنسبه له اليوم اللي يعدي من غير ما حد يخبط عليه الباب ده بالنسبه له يوم ناجح، اليوم اللي يعدي من غير ما يبقى فيه مشكله ده بالنسبه له يوم ناجح، عايز يعدي اليوم بيومه او بيعدي الوقت على قد ما بيقدر، بيبقى كل انجازه في الحياه ان النهارده عدى من غير ما يبقى فيه مشكله. ده عمره ما هيبقى عنده فكر ولا رؤيه للمستقبل، عمره ما هيبقى عنده تحديات يحب ان هو يحققها، عمره ما هيتطور، وعمره ما هيطور الفريق اللي معاه. يبقى مقدرتك على ان انت تحمس الناس او تحفزهم على الشغل دي مش حاجه سهله، وازاي انت تقنع الناس ان هم يشتغلوا معاك عشان نغير الواقع اللي موجود، نطوره للاحسن او نعالج السلبيات او المشاكل اللي موجوده. It is about developing their skills and talent through intervention at individual and group level. انت عندك الناس موهوبه، كل واحد فينا عنده موهبه في حته معينه، في واحد ايده كويسه في الشغل، في واحد تاني عنده مقدره على التخطيط، في واحد تالت عنده مقدره كويسه على التواصل مع المجتمع الخارجي، في واحد رابع، في واحد خامس، في واحد سادس. الحقيقه ان احنا كمجموعه في السي مثلا في اسم البطنه في 20 دكتور شغالين، ال 20 دكتور كل واحد فيهم موهوب في حته معينه او عنده التالنت في حته معينه. مش لازم الناس تكون كلها زي بعضها، ومش لازم يكون شاطر في كل حاجة. الفكرة في القيادة أو الموهبة بتاعتك كقائد للمجموعة دي، أنت إزاي تأثر عليهم وتخرج أفضل ما عندهم، أو إزاي تستغل السكيلز أو الموهبة اللي موجودة عند الأفراد اللي معاك، سواء على المستوى الفردي كل واحد بيشتغل لوحده، أو إزاي أنت تخليهم يشتغلوا كمجموعة مع بعض عشان يحققوا التارجت بتاعك. يبقى مقدرتك على أن أنت تبقى عارف فلان ده موهوب في الحتة دي، وفلان ده شاطر في الحتة دي، وفلان ده كويس في الحتة دي، خلاص فانا هستغل فلان في المكان ده، ده علاقاته كويسه مع الناس وراجل اجتماعي وكلام من ده، فانا هخليه يمسك مثلا العروض بتاع المستشفى. فلان ده كويس مع الموظفين وبيقعد معاهم وبتاع وكلام من ده، علاقاته حلوه بيهم، فانا هستغله في حته انهاء الاجراءات الاداريه والورقيات بتاع الاسم. ليه؟ هو موهوب في الحته دي. في واحد تاني مثلا علاقته كويسه باداره المستشفى، خلاص انا هخليه يطلع دايما بالطلبات بتاع الاسم، اي حاجه احنا عايزينها خليه والله يطلع بيها عشان يخلصها لنا. ده اسمه ايه؟ ده اسمه استغلال الموهبه او التالنت اللي موجود عند افراد المجموعه بتاعتي في الاسم. كل واحد يشتغل في حته معينه، الحته اللي هو بيحبها وشاطر فيها ويعرف ينجز فيها. لكن ما ينفعش اجيب مثلا واحد ماشي يتخانق مع خلق الله واقول له ايه، روح خلاص للعروض بتاع الاسم، روح امضي لي ورق في شؤون الاطباء، هو متخانق مع كل شؤون الاطباء، يبقى انا كده بصدر مشكله وما عنديش المقدره ان انا استغل الموهبه او التالنت بتاع الناس. ديفلوبنج ذير سكيلز، مثلا انا عندي نائب صغير مثلا موهوب في حته الاداره، حابب الموضوع، طب ايه المشكله ان انا استغله في الجزء بتاع الاداره، اشغله معايا مثلا نائب اداري، اخليه يبدا يعمل الجداول، يبدا يعمل التقسيمات، الكلام ده انصحه ان هو يحاول يدرس اداره فعلا. جيت مثلا دوره تدريبيه تبع الوزاره ولا حاجه احط اسمه اول واحد، ليه؟ لان هو عنده التالنت بتاع الاداره، وانا عايز اعمل ايه؟ ديفلوبمنت للتالنت ده او للسكيلز دي، عايز اطور الموهبه اللي عنده وعايز انميها سواء بالعلم او بالتجربه او بالخبره زي ما اتفقنا ان انا نشغله في الجزء ده كويس. It is about providing them the right environment at workplace. اعتقد دي مفهومه، انت عشان الناس تشتغل صح لازم تشتغل في بيئه ايه؟ سليمه، لازم تشتغل في بيئه كويسه، محتاج بيئه عشان يعرف يشتغل فيها بشكل سليم ويخرج افضل ما عنده. لكن تخيل انت حاطط الناس مثلا حتى كنا بنضرب بقى مثال الانفايرمنت مثلا في حاجه زي محاضره، تخيلوا دلوقتي انا هديكم محاضره زي دي ومثلا في صوت او هيصه بره، هل انا اقدر اشرح كويس؟ وهل انتوا حتى لو انا بتكلم ومش مركز مع اللي بره هل انتوا هتقدروا تستوعبوا الكلام ده كويس؟ لا طبعا. طب لو احنا قاعدين مثلا في المحاضره دلوقتي والكهرباء ضعيفه او الاضاءه ضعيفه ومفيش اضاءه واضحه، هل اعرف اتكلم معاكم او انتوا بتستوعبوا الكلام كويس لو الاضاءه مش مناسبه؟ نفس الكلام بقى ينطبق على المستشفى، مثلا ما تتكلمش في واحد مثلا تطلب منه في العمليات وعندك الالات بتاع العمليات كلها بايظه، ما تطلبش من واحد يشتغل معاك كويس في العمليات وعندك جهاز التخدير كل شويه بيعلق او مش شغال، او ما عندكش اصلا دكاتره التخدير تشتغل، ما فيش البيئه السليمه او البيئه الصالحه عشان الناس تشتغل بشكل سليم. وبالتالي انت مهما حاولت تضغط الناس ومهما الناس كانت موهوبه او عندها المقدره على العمل، لو البيئه او الوسط المحيط بيهم مش مناسب او ما بيساعدهمش ان هم يشتغلوا بشكل كويس، مستحيل ان الناس دي تقدر تخرج افضل ما عندها او تقدر تحقق التارجت بتاعك. يبقى البيئه المناسبه او البيئه السليمه للعمل دي من الشروط الاساسيه مهما كان مقدرتك كراجل قائد للمنظومه، ومهما كان مقدره الفريق اللي معاك كمجموعه كويسه. في النهايه لو الوسط المحيط بكم مش كويس، لا انت هتحقق اللي هم عايزينه ولا هم هيقدروا يحققوا اللي انت عاوزه منه.
It is about standing against all odds and protecting your people and your organization. مهمة جدا النقطة دي. هضرب بقى مثال في المستشفيات بتاعتنا اللي احنا بنشوفه كل يوم. تلاقيك قاعد في المستشفى وجاي لك مرور من مجلس المدينة عايز الدفاتر الحضور والانصراف عشان يشطب على الناس، ومرور من مركز الشباب عايز يشطب على الناس، ومرور من المرور عايز يشطب على الناس، واي واحد معدي في الشارع بتاع السوق معدي عايز يشطب على الناس. ده تشوفه في المستشفيات المركزية شوية. لو المدير المستشفى ما هوش قائد، ما هوش قوي، شخصيته قوية، بيقدر يدافع عن الناس بتاعهم ضد أي ضغوط أو أي تحديات أو أي تهديدات، ماشي، يبقى الحقيقة مستحيل يكون قائد. لكن أنا لما بقعد، أنت عايز، حضرتك عايز دفتر الحضور والانصراف ليه؟ عايز أشوف الناس اللي موجود واللي مش موجود. أنت عايز تشوف الناس اللي موجود ومش موجود ليه؟ حضرتك مر معايا على المستشفى، شوف سير العمل، الاستقبال موجود أهو، دكتور الأطفال موجود، والبطنة موجود، والجراحة موجود، الناس بتاخد الخدمة بتاعتها كاملة، العمليات شغالة بأقصى طاقة ليها، الإقسام الداخلي أهي، والناس بتمر زي ما أنت شايف، الناس خدت العلاج بتاعها والتحليل كاملة، ما عندكش أي شكاوى من المرضى. يبقى سير العمل فيه انتظام. في الحالة دي أنت عايز الحضور والانصراف ليه؟ لا، أنا مش هسمح لك تبص على الدفاتر، مش هسمح لك تشطب على حد، ماشي. فلان وفلان وفلان ما جاش ليه النهارده؟ والله ده تقسيم عمل داخلي في المستشفى، انا بكلفه بمهام، ده بيجي الظهر، ده بيجي بالليل، خلاص. وما دام الدنيا تمام وما عندناش اي تقصير في الشغل، خلاص، انا الناس دول ولادي وانا احميهم، ومش هسمح لاي حد يشطب عليهم او يعمل لهم مشكله. ده مثال. ممكن مثلا انت عندك في عجز مثلا في مستشفى معينه، فجاي بيقول لك ايه، يبقى انا عايز من عندك 3 4 دكاتره بطنه عشان في مستشفى جديده احنا فتحناها ومحتاجين التخصص. انت اساسا عندك عجز في التخصص ده؟ لا والله يا فندم، انا مش ما اقدرش اديك الدكاتره اللي عندي، دول ولادي وانا محتاجهم في المستشفى، ماشي. بس انا محتاج، والله ده حضرتك دي مشكلتك مش مشكلتي، انا مش هقدر اضحي بولادي خلاص عشان يتبهدلوا ويروحوا مكان جديد. انت مش مجهز نفسك، انت اللي عندك مشكله مش انا اللي عندي مشكله. انت اللي رايح تفتح مكان جديد او خدمه في مكان انت مش مؤهل عشان تعالج، فما تعالجش المشكله دي على حساب الناس اللي شغالين معايا، تمام. ففي الحاله دي انت بالنسبه للناس بتوعك لما يعرفوا ان انت في ظهرهم، بتحميهم، بتمنع عنهم اي اذى او اي ضرر ممكن يجي لهم من بره المستشفى، بتحميهم من اي تحديات، مريض راح اشتكى دكتور فانت اللي رحت معاه، لا ما تروحش، انا اللي هاجي معاك النيابه، انا اللي هكلم لك الناس في النيابه عشان احل لك المشكله، فالناس عارفه ان انت في ظهرها، الناس هتشتغل وهي مبسوطه وهي مرتاحه، وفي الحاله دي بالنسبه لهم بقيت انت راجل ايه، قائد للمنظومه، بتحمي اولادك او بتحمي الناس اللي شغالين معاك. It is about building trust. ما هو لازم يبقى في ثقة بينك وبين الناس اللي حواليك. لو الناس مش واثقة فيك عمرها ما هتشتغل. هيبقوا دايما حاسين ان في مشكلة او ان ما فيش ثقة ما بينك وبينهم. دايما هيبقوا حاسين ان في اي لحظة، زي اللي هو عكس النقطة اللي قبلها، حصل لهم مشكلة انت اول واحد هيبيعهم او مش هتقف معاهم. فلازم يبقى في ثقة بينك وبينهم، انت واثق فيهم وواثق ان هم هيحققوا التارجت او الاهداف بتاعتك بشكل سليم او بشكل كامل، وانت واثق في قدراتهم وواثق في مهاراتهم ان هم يقدروا ينجزوا المهام المكلفين بها او يحققوا احلامك او طموحاتك في المؤسسة. وفي نفس الوقت هم واثقين فيك، واثقين ان انت هتحافظ على حقوقهم وهتدافع عنهم وهتبقى واقف جنبهم لو احتاجوا اي حاجة، واثقين ان انت عايز تساعدهم وتكبرهم، واثقين ان انت عايز تساعدهم في ان هم يتعلموا ويبقوا حاجة كويسة، يطوروا نفسهم ويطوروا المكان اللي شغالين فيه. فحتة الثقة دي نقطة مهمة جدا في التعامل ما بينك وما بين المنظومة بتاعتك او الفريق بتاعك جوه المؤسسة او جوه المستشفى نفسها. It is about being an ideal example for your people. واحنا كنا ضربنا بها مثال قبل كده، قلنا مثلا سي انت متعود تروح المستشفى كل يوم الساعة 7 الصبح وبتفضل قاعد في المستشفى لغاية الساعة 5 او 6 بالليل. طيب انت بتروح 7 الصبح وقاعد لغاية 5 6 بالليل. طيب لو الناس جيت تقول لهم يا جماعه احنا هنشغل مثلا نظام البصمه حضور وانصراف وهوزع لكم شغلكم، يعني هي البصمه مش هجيبكم كل يوم حضور وانصراف، لا انا هشيلكم نشرات و24 ساعه، انا في الاخر محتاجكم 36 ساعه، اوزعهم على حسب احتياج الشغل وعلى حسب ظروفكم، ممكن اجيبك يومين في الاسبوع كل يوم مثلا 18 ساعه، وبقيه الاسبوع توكل على الله وشوف مصالحك او اشتغل في البرايفت بتاعك زي ما انت عايز، ما عندناش اي مشكله خالص. يبقى ده صعب جدا الناس تبقى متضايقه منك او زعلانه منك. ليه؟ ده انت بتروح، بيروحوا بيجوا المستشفى بيلاقوك قاعد في مكتبك وبيمشوا وانت لسه قاعد في مكتبك. فالراجل انت بالنسبه لهم جود اكزامبل او ايضا الاكزامبل، انت راجل ملتزم في مواعيد الحضور والانصراف بتاعتك، بتبقى موجود قبل الناس وبتمشي بعد الناس. صعب جدا الناس تقدر تتكلم معاك في مواعيد حضور وانصراف. طب تخيل بقى انت بتدخل المستشفى الساعه 10 على الساعه 1 بتاخد بعضك وتمشي، ولا تقدر تطلب منهم ان الناس تلتزم معاك في حضور وانصراف اذا كان انت نفسك مش ملتزم، ماشي. انت بتيجي على نص اليوم تقعد ساعتين وتروح، لا انت مدير ولا بتدير اي حاجه، وكل والقصه ماشيه ببركه ربنا او زي ما بيقولوا ماشيه بالزق.
او بالقصور الذاتي. ففي الحاله دي صعب جدا ان انت تطلب من الناس انها تلتزم معاك بمواعيد وانت شخصيا مش ملتزم بيها. صعب تطلب من الناس ان هم يؤدوا مهمه معينه او شغل معين انت ما بتعرفش تعمله او انت مش مقتنع بيه. يعني ما ينفعش مثلا يكون مدير المستشفى راجل مثلا جراح وطول عمره طول ما هو شغال جراح ما بيلتزمش بالانفكشن كنترول، ولا عمره لبس كوانتي، ولا عمره مثلا لبس ماسك وهو بيمر على المستشفى في وقت مثلا الكورونا. انت عارف ان هو مش ملتزم وعارف ان هو طبيعته مش مقتنع بالانفكشن كنترول، فيمر عليك مثلا انك مش لابس ماسك 3 ايام جزء عشان انت مش لابس ماسك. 3 ايام جزء اللي انا مش لابس ماسك ده انت عمرك ما لبسته، ماشي؟ لكن تخيل المدير مثلا ملتزم ومعروف عنه ان هو بيبقى شديد شويه في حته الانفكشن كنترول، حتى ياما كان دكتور وشغال معانا في القسم، لكن هو صعب جدا في الحته دي. فلما يشدد عليه يقول له انتوا عارفينه كويس، انتوا عارفين ان هو الموضوع ده مهتم بيه جدا، انتوا عارفين انه بيركز في حته الانفكشن كنترول، ما تزعلهوش او خدوا بالكم الحته دي اهم حاجه، هو ممكن يعد حاجات كتير الا حته الانفكشن كنترول مثلا. ليه؟ لانه ايضا الاكزامبل هو طول عمره اصلا ملتزم بالانفكشن كنترول، او طول عمره مقتنع بان باهميه الموضوع، فهو ايضا الاكزامبل هو في الاخر بيعمل ده، فانت شايفه بيعمل ده بشكل سليم او بشكل مثالي. صعب جدا ان انت تقدر ما تنفذش طلباته او رغباته في الجزء ده ما دام هو بيعمله قبلك، تمام؟ طيب ايه الشروط بقى ان انا يعني الحاجه اللي تلاقيها فيها بيبقى انا مش قائد، مش ليدر شيب. It is what leadership is not. It is about not about dominating. حتى ان انت تبقى مهيمن ومسيطر على الناس اللي حواليك، انت تعمل كذا، انت تعمل كذا، مفيش نقاش، لا ما تردش عليا اللي اقوله تنفذه بالحرف، انا لا مش هتناقش معاك في النقطه دي. التالنت ده او الفكر ده عموما ده عمره ما يبقى قياده، عمرك ما تبقى قائد لمجموعه وانت عمال تدي اوامر وتعليمات وما عندكش استعداد للمناقشه او الحوار معاه. It is not about making a demonstration. يعني انت برضو دايما شكك في الناس ودايما مناقشتك معاهم في كل كبيره وصغيره، انت عملت دي ليه؟ اكيد انت مش عارف كذا، لا انت غلطان، اكيد انت عاملها عشان عايز تعمل حاجه غلط، اكيد انت لما عملت لما رحت وقلت كذا يبقى انت كان هدفك من ده تعمل مشكله لفلان. فحته الديمونستريشن بينك وبين الفريق والتركيز في الحاجات الصغيره ودايما وجود الشك جواك في اي تصرف بيحصل، دي برضو بتخلي الناس محبطه شويه، ما عندهاش استعداد تتعامل معاك، دايما متوقعين منك رد الفعل السيء او النيه السيئه عموما. يعني it was not about making emotional speech. احنا مش هنقضيها خطب حماسيه، يعني في النهايه الخطب الحماسيه بتبقى من الخطب من هنقولها في البرزنتيشن سكيلز، مهم جدا ان الواحد بيعرف يتكلم ويقنع الناس. يعني احنا هنضرب مثال بيها مثلا بحد زي هتلر. هتلر مثلا تقريبا كان متر ونص، تقريبا ما كانش بريزنتابل، مش ده البطل، مش ده بطل الحرب اللي هنشوفه بقى طويل وعريض وعريض المنكبين زي ما بيقولوا، مش لا ما فيش خالص. هو الراجل كل مؤهلاته الايموشنال سبيتش، الراجل ده بيعرف يقول خطب حماسيه، الراجل ده بيقدر يثير الحماسه والشجاعه في وسط الجنود بتاعه، بيعرف يتكلم حلو، بيعرف يقنع الناس ان هم يضحوا بنفسهم فعلا. ده اللي حصل لالمانيا في الحرب العالميه. الراجل بمقدرته على الخطابه او موهبته الشديده في الجزء ده، انتوا حتى هتلاقوا فيه تسجيلات موجوده على اليوتيوب، شوفوا اكبر كان على مدار التاريخ كله اكبر الخطب او التجمعات البشريه على مدار التاريخ في خطب حماسيه كانت بتبقى لهتلر. تبص تلاقي مثلا الميادين كانت مليانه والناس واقفه بتسمعه، ما كانش طبعا فيه وسائل التواصل الموجوده دلوقتي، فلما يتقال ان الراجل ده له خطبه كانه ام كلثوم هتغني، الناس تروح تتجمع كلها عشان تسمع الراجل بيتكلم ازاي، وتشوفوها بيتكلم بحماس وبيشاور بيده وبيعبر تعبيرات وشه، تشوف الراجل وهو بيتكلم لا راجل مقنع. فالناس تخرج من الخطبه ماشي تروح ترمي نفسها في ايه؟ في البحر. ليه؟ عشان هم اقتنعوا بطريقته في الكلام او الايموشنال سبيتش بتاعته. كان في النهايه الايموشنال سبيتش دي ايه؟ ماشي؟ قضوا على المانيا في الاخر. فالقصه حته الخطب الحماسيه من غير تخطيط سليم ومن غير امكانيات موجوده عشان تحقق الاهداف بتاعتك ومن غير ما تبقى مرتب امورك كويس، في النهايه ايه؟ ما هياش قيادة. يبقى هو هتلر كنا بنقول عليه قائد عظيم في ألمانيا، لكن الحقيقة ان هو ما التزمش بالشروط بتاع القيادة، ان انت تبقى مخطط كويس ومرتب الدنيا كويس عشان تبقى ايه تقدر توصل للتارجت بتاعك حتى لو انت كنت ايه خطيب عظيم. It is not managing. ما هياش ادارة في الاخر. احنا قلنا القيادة مش ايه، مش ادارة، واتكلمنا عنها بالتفاصيل المرة اللي فاتت. يبقى الجود ليدر about action، ماشي، بيقدر ياخد فعل، مش بتاع كلام، مش بتاع خطب حماسيه زي ما اتفقنا. about support ان انت تعمل الدعم
او تقف ورا في ظهر الناس اللي شغالين معاك كويس، about mentoring، about listening، قلناها بالتفاصيل تسمع الناس كويس، about inspiring، about motivating، تحمس الناس وتشجعهم، about planning، يبقى عندك خطط عشان تقدر تنفذها، القصة مش كلام وبس، و leading from front. يعني ايه leading from front؟ كان زمان يتقال ايه مثلا قائد الجيش الاسلامي مثلا، ماشي، ما كانش بيتقال مدير الجيش. فكان قائد الجيش الاسلامي عموما او قادة الجيوش عموما زمان كانت القصة بتبقى مرتبطة، يعني كانت نظام الحروب في العصور القديمة عموما، مش لازم الجيش الاسلامي بس، لكن حتى ايام الرومان واليونان والناس دي كلها كانت بداية الحرب كان الجيوش بتصطف قصاد بعضها، جيش قصاد جيش او في مواجهة جيش، وكان دايما قائد الجيش بيبقى اول واحد واقف ايه في، لو حتى شفتوا الافلام التاريخية بتاع اليونان عموما وأوروبا القديمة والحاجات دي كلها، بعيد عن حتة الارتباط بديانة معينة يعني، فكان دايما القائد بتاع الجيش هو أشجع واحد وأقوى واحد فيهم، وكان دايما بيبقى أول واحد. فكانت دايما في حروب كتير على فكرة لو بتقروا في التاريخ انتهت بالصراع ما بين القائدين. طب ما ايه رأيك اما احمي الشعب بتاعي وانت تحمي الشعب بتاعك، واحنا الاتنين اللي ايه اللي نتصارع مع بعض، او يبقى المعركة ما بين القائدين بس. وفي الحالة دي لو القائد واحد من هنا اقوى واحد هنا، ومش لازم يكون هو ده الكبير بتاع الجيش، مش لازم يكون ده، ممكن يكون هو اشجع واحد ما يكونش قائد الجيش. فلما بيحصل صراع ما بين الاتنين الاقوياء او القادة اللي موجودين في الجيش، لو واحد انتصر على التاني ممكن الحرب تنتهي بالحتة دي. طب مين اللي بيضحي بنفسه وداخل يحارب مع انه ممكن كان يبقى اخر واحد في الصف والناس كلها بتحميه؟ هو القائد بتاع الجيش. فكانت القياده بمفهومها الحقيقي ماشي، ان انت لازم تكون ايه ليدنج فروم فرونت، ما يبقاش انت واقف ورا الناس وعمال تزقهم ايه في النار، يلا اشتغلوا، يلا اعملوا، يلا روحوا، يلا مش عارف كذا، وانت ايه مستخبي في مكتبك. لكن انت لو بتنزل في وسط الناس بتعمل انت الحاجه قبلهم، غالبا الناس هتبقى هتعمل ده وهي مقتنعه بيه او هي حريصه عليه. كنا بنشوفه في فتره الكورونا، تلاقي بعض مديرين المستشفيات، وده كلنا شفناه، ما دخلش المستشفى في فتره الكورونا، ليه؟ خايف على نفسه. طب اللي خايف على نفسه ده هيقدر يقنع الدكاتره اللي شغاله ازاي انها تنزل تشتغل في الكورونا؟ ماشي، فده فكان باد امباكت، ودول موجودين، امثله موجوده واكيد كلكم عصرتوها وشفتوها. في حين ان في واحد تاني وقت الكورونا كان قاعد في المستشفى ليل نهار، ولما تيجي حاله مثلا كان ينزل يقف معاها، ماشي، وقف يتحرك مع الناس. كان مثال كويس لده، واعتقد انا مش بس عايز اقول اسماء وكلام من ده، لكن احد الاطباء المحترمين اللي الواحد بيعتزم معرفتهم في الدهلية، طبيبة، كان اول حالة اسعاف لما اتعمل مستشفى كانت النجيلة تقريبا، اول مستشفى عزل في على مستوى الجمهورية، فكان كل الحالات بتتجمع عشان تروح للمستشفى دي، اول حالة في الدهلية محتاجة تتنقل للمستشفى، الناس كلها رافضة، الناس كلها خايفة، فمين اللي تطوع وقال ان انا انقل الحالة؟ كانت رئيسة قسم، ما كانتش طبيب عادي في القسم او طبيب صغير ولا حاجة، وتطوعت انها تبقى في اسعاف واحد مع حالة كورونا اللي احنا كنا كلنا ايه بنخاف نعدي من الشارع اللي لو في حالة موجودة فيه. وده كان اعتبره بطولة، او انا بعتبره قيادة، وهي اتكرمت على العمل ده فعلا. ماشي، غالبا الطبيبة دي لما هتيجي تطلب من اي دكتور موجود معاها في العناية ان هو يتعامل مع الحالات، الناس كلها تتعامل مع الحالات وهتشتغل ليه، لانها هي في ايه في مقدمة الصفوف. فليدنج فروم فرونت دي المفروض تتحط اول نقطة. الناس لو شايفاك قدامهم وبتشتغل بايدك معاهم وبتعمل كل حاجه، انت مثال حي ليهم، ماشي، ايديال ليدر، في الحالات دي غالبا الناس هتنفذ اللي انت عايزه، وهتنفذ ويمكن افضل كمان من اللي انت بتعمله لمجرد ان هم شايفينك ايه ان فرونت. طيب كنا قلنا الليدر شيب ستايل، كنا قلنا عندنا الثلاث انواع اللي هو الاوتوكراتيك والبارتيسيبيتيف او الديمقراطيك والفريرين او الليسيفي، تمام. وكنا قلنا الاوتوكراتيك زي ما انتم شايفين كده في الرسمه، دو اكس، عباره عن انت بتدي تعليمات واوامر، انت هتعمل كذا، ما بتديش فرصه للنقاش ولا حاجه، والناس كلها تنفذ التعليمات بتاعتك. اما اللي سي فير او الفريرين فعباره عن ان انت بتختار بتكلم، يبقى دي الليدر شيب ستايلز. هل هي دي الليدر شيب ستايلز؟ لا، الحقيقه قال لك لا، ده مش هي دي بس، ده هم سته: كوتشنج وافليتيف وديموكراتيك وكوماندنج وبس سيتنج وفيجنري. قال لك لا، ده هم سته مش ثلاثه بس. خلاص يا جماعه هم سته يعني نعرفهم؟ قال لك لا، ده هم مش سته، ده هم 10. ماشي، وهم مقسمينهم التقسيمه دي زي ما انتم شايفين: اوتوكراتيك وبيروقراتيك وديموكراتيك وديليجيتيف وفيجنري وترانس سكشنال وكوتشنج، فاكثر من حاجه يعني. هم 10، قال لك لا، ده هم مش 10، ده هم 12.
12 ليدر شيب ستايلز فور ديفرنت بزنس تايب وسيم ترانسفورميشن ليدر شيب زي ما انتم شايفين كده اسينشال ان تايم اوف ديسربشن. لا ده في استراتيجيك ليدر شيب اوكيرز ذا فيجن اند ميجن ليفل، دي بتحصل عند مرحله معينه وانت بتعمل الميشن والفيجن بتاع المؤسسه بتاعتك. ديموكراتيك ليدر شيب ميك امبلويه فيل فاليو، بتحسسك الناس ان الناس ليها قيمه معاك في المؤسسه. ترانزاكشنال ليدر شيب جريت فور سيلز اند كوميشن رولز، الحاجات بتاع المبيعات بقى والعروض والكلام ده تنفع مع الترانزاكشن. اوتوكراتيك ليدر شيب ستريكت از ذا اكسكيوتيف ليدر ليفل، اللي هو الحته بتاع الاوتوكراتيك او اللي هو ايه اللي اقول عليه تسمعوه وتنفذوه من غير مناقشه ومن غير اي حوار. اللي سيف فير احنا قلناها، والكاريزماتيك ليدر شيب كاريزماتيك طبعا ليز يور ستاف سبيريتس، اللي هو زي ما احنا قايلين ايه واحد عنده كاريزما اللي هو بتاع الخطب الحماسيه، يقدر يحمس الناس ويزود جواهم الشعور احنا احسن شعوب العالم، احنا احسن ناس في العالم، احنا الناس دي كلها المفروض يكونوا عبيد عندنا. ماشي، هو عنده المقدره على ده كويس. سيرفنت ليدر شيب، سيتويشنال ليدر شيب، كوتش ليدر شيب، بارتنر باترنال اور ماترنال ليدر شيب. باترنال اور ماترنال اللي هي بتاع القياده بتاع الاب والام، فيها حته الاوتوكراتيك شويه اللي هي كومون ان فاميلي بزنس عموما يعني. ماشي، طيب احنا الفكره في الاخر ايه؟ الفكره ان احنا عندنا ثلاثه اللي احنا قلناهم اللي هو الديمقراطيك والاوتوكراتيك واللي سي فير، دول الثلاثه الاساسيين اللي من جواهم بداوا يقسموهم سته ويقسموهم 10، وهتلاقوا في تقسيمه ثانيه تسعه، بس انا التسعه و10 ما فرقتش غير في واحده بس فما حطيتهاش، او تلاقيهم 12 وفي تقسيمات اعلى من ال 12، لكن في النهايه الكومن عندنا هم ايه؟ الاوتوكراتيك والديمقراطيك والايه؟ واللي سي فير او الفريري. طيب الاوتوكراتيك لو انتم شايفين في الصوره، الاوتوكراتيك ليدر شيب ستايل موست فولورز وونت تيك انيشيتيف اندر ان اوتوكراتيك ليدر اند بارتيسيبنت ميك مور بيرسيستنت ديموند فور اتنشن فروم اوتوكراتيك ليدرز. يعني ايه؟ معظم الناس لو عارفين ان في مستشفى معينه مدير المستشفى في حته ماشي بحته الاوتوكراتيك دي، مش هتلاقي الناس حابه تشتغل معاه، مش هتلاقي الناس حابه انها تكون موجودة في مكان، المكان ماشي عبارة عن أوامر وتعليمات وتتنفذ، محدش يتناقش، محدش يتكلم معايا، محدش يقولي لا، اللي أقول عليه تسمعوه بالحرف وتنفذوه بالحرف وإلا إيه؟ هتتحاسبوا كلكم. فالناس ما بتحبش الطريقة دي، ما بتحبهاش عموما، وما بتشجعش على حتى إيه؟ على حتة الإبداع أو حرية الحركة أو كده. يبقى الأوتوكراتيك ستايل ذيس ليدرز سنترلايز باور أند ديسيجن ميكينج إنزم، يبقى ده بنسميه إيه؟ الإدارة المركزية. وعموما ده موجود في مصر، يعني دايما تلاقي ايه مثلا على مستوى الوزارات، النقابات، اي حاجه، المحافظات، حتى تلاقي القرار بيطلع قرار اسمه قرار مركزي وتبدا الناس التانيه كلها تنفذ. طب انت خدت راي الناس؟ طب انت شفت القرار ده يناسب الناس كلها ولا لا؟ طب انت القرار اللي انت خدته ده ممكن يكون مناسب لمحافظه ومش مناسب لمحافظه تانيه، زي مثلا ايه موضوع البصمه. انت خدت قرار ان انت تفعل البصمه في كل الايه المصالح الحكوميه، هو ما كانش مرتبط بالمستشفيات بس الحقيقه. طب انت شفت طبيعه المستشفيات ينفع فيها البصمه؟ بلاش طبيعه المستشفيات، انت عايز تطبق البصمه حضور وانصراف وكلام من ده. طب الدكاتره اللي شغالين في سينا، شمال سينا وجنوب سينا، وشغالين في الصعيد، وشغالين في الوادي الجديد والحتت دي، الناس دي انت عايزهم يبصموا ازاي؟ هل انت فكرت في تبعات القرار ده؟ هل انت فكرت ان انت لما تطبق البصمه على المحافظات الحدوديه او المناطق النائيه هينفع فعلا تطبيقها ولا لا؟ ده مش بتكلمش على الدكاتره بس، بتكلم على دكاتره وتمريض واداريين، يعني حتى الهيكل الاداري بتاع المستشفيات في المناطق النائيه مش ولاد البلد، برضو ناس ايه مغتربه او جايه من محافظات بعيده. طب الناس المغتربه واللي جايه من محافظات بعيده انت عايز يبصوا ازاي؟ ايه وجهه نظرك في ان انت تطبق ده؟ يبقى حته القرار المركزي اللي انت خدته غير قابل للتطبيق، او لو هيتطبق هيعمل معانا ايه؟ مشكلة كبيرة، وهيأثر على ايه؟ سير العمل، وده اللي حصل بالفعل. يبقى حتة المركزية في اتخاذ القرارات الحكومية، او حتى يعني بحكم ان انا شغال في النقابة ساعات بيبقى في قرارات مركزية بتطلع من النقابة العامة، احنا هنطبق كذا كذا كذا. طب انت اتناقشت مع النقابات الفرعية؟ طب انت شفت احتياجات او ظروف كل نقابة؟ لا، الحقيقة ان هو ما بصش دي او ما فكرش فيها كويس، وهو بيدي القرار بتاعه بناء على المعطيات اللي عنده، اللي هي ممكن تكون في النهايه معطيات محدوده، ما عندوش كل المعلومات، ما عندوش كل الابعاد بتاع المشكله اللي موجوده، فلما خد قرار بحل المشكله خد قرار مركزي، واكيد القرار المركزي ده اكيد مش هينفع لكل الناس، مش هينفع لكل الاماكن، ومش هينفع في كل الظروف، فما بيديش حريه حركه لايه؟ للاماكن انها تشتغل بشكل كويس. يبقى ذيس ليدر سنترلايز باور، مخلين كل حاجة القوة أو السلطة كلها في إيديهم بس، and decision making in them، أنا بس اللي آخد قرارات، ممنوع أي حد ياخد أي قرار بدون الرجوع ليا واللي أنا أقول عليه تنفذه. They structure the complete work situation for their employee
انا هرسم كل حاجه، انا اللي هحط كل حاجه، العمليات هتبدا الساعه كذا وتخلص الساعه كذا، بتوع العظم يشتغلوا اثنين، وبتوع المسالك هيشتغلوا واحده، وبتوع الباسكوال يشتغلوا واحده، انت عمال تاخد قرارات، لا انت عارف اصلا الويتنج ليست بتاع كل اسم ايه، ولا انت عارف امكانيات او الباور بتاع كل اسم او امكانيات كل اسم ايه، انت عمال تاخد قرارات وتوزعها من دماغك وناس كلها تنفذ. في النهايه الناس اللي هتشتغل فعلا هي نفسها ما لهاش دور في اتخاذ القرار. ماشي؟ ذا ليدرز تيك فول اوثوريتي، انت واخد كل السلطه في ايدك، اند اسيوم فول ريسبونسبيلتي، وبالتالي انت المسؤول. ماشي؟ عندنا الويتنج ليست بتاع العظم عماله تزيد تزيد تزيد، وانت اصلا ما عندكش ويتنج ليست في المسال، جه عليك مرور الحالات دي متجمعه ليه؟ ماشي، هاتوا لي بتوع العظم، والله يا فندم حضرتك احنا عندنا ويتنج ليست وعايزين نشتغل حالتين في اليوم، ومدير المستشفى رافض، وده الورق اللي مضيها بنفسه وبيقول لك ما انتوش شغالين غير حاله واحده، هو اللي رافض مش احنا. خلاص، فقرارك بقى قرار مركزي، شلت انت السلطه كامله. ده انت الراجل الواحد، وان مان شو زي ما بيقولوا. ماشي، لكن في النهايه لما حد ياخد على دماغه يبقى انت اللي تاخد على دماغك. ليه؟ لان القرار قرارك، فلما يبقى في قرار غلط انت اللي هتشيل المسؤوليه كامله. يبقى ده الاوتوكراتيك ستايل، قراراتك قرارات مركزيه، انت بس اللي بتاخد قرارات والباقي ينفذ، ممنوع اي حد ياخد قرار بدون رجوع ليا، واللي هقول عليه هتنفذوه بالحرف، انا المسؤول، انا الوحيد اللي في ايد السلطه، بس في النهايه انت الوحيد ايه اللي مسؤول، لما يبقى في تقصير او في مشكله انت اللي هتشيل المسؤوليه بتاع الايه التقصير ده. يبقى زي اسيوم كومبليت ريسبونسبيلتي، المسؤوليه كامله بتاعتك انت، ما تحاسبش اي حد تاني، ومفيش اي حد هيبقى مسؤول عن اي تقصير. زي زير بيهيفير از تيبيكال نيجاتيف بيست ان ثريتس اند بانشمنت، البيهيفير ده او التصرفات بتاع المدير دي غالبا تصرفات سلبيه، غالبا بتخلي الناس ايه هتنفذ التعليمات عشان ايه، خايفه من التهديد بتاعك او خايفه من ايه، من الخصم والجزء. يبقى في النهايه مش وسط مناسب لايه، للشغل. احنا هنعمل اللي هو عايزه واحنا مش مقتنعين، احنا بس قرفانين منه خلاص، وعارفين ان احنا لو ما سمعناش الكلام ايه هيدينا جزء، احنا خايفين من ان هو من العقاب بتاعه او من التهديدات المستمره، لو ما عملتش كذا كذا انا هنقلك بره المستشفى، لو ما عملتش كذا هديك جزء، لو ما عملتش كذا هنزلك كل يوم حضور وانصراف. عباره عن تهديدات وايه وجزاءات وعقوبات مستمره على الفريق اللي شغال معاك، وبالتالي الناس ممكن تنفذ بعض تعليماتك بس مش هتنفذها بشكل كامل، مش هتنفذها بشكل سليم، مش هتشتغل بشكل كويس. يبقى ذا بيهيفير كان بي بوزيتيف اولسو از ا ليدر كان تشوز تو جيف ريورد تو هيز امبلويز، ذيس از كولد بينيفولنت اوتوكراتيك. هل دول شريرين بس؟ لا، في حاجه اسمها ايه، المدير الطيب او المدير الايه الخير، اللي هي ايه، ممكن انا هدي تعليمات عشان تنفذوها، ولا ينفذ التعليمات بتاعتي بالحرف انا هدي له ايه مكافاه او هدي له ايه جايزه. يبقى حته الاوتوكراتيك في بعض الحالات، بس هي دي حالات قليله جدا، بنقول عليها ممكن تكون ايجابيه، هي في العموم هي حاجه سلبيه. امتى تكون ايجابيه؟ لو انت عندك المقدره ان انت ايه تختار ليدر كان تشوز تو جيف ريورد تو هيز امبلوي، ان انت تختار الموظفين بشكل سليم، مجموعه كويسه، فلما تديهم تعليمات هينفذوها بشكل سليم وبشكل كامل، وهتكافئ اللي بيدي ايه اللي بينفذ التعليمات بتاعتك. وفي الحاله دي نقدر نقول عليك ايه، رغم ان انت اوتوكراتيك او في مركزيه في اتخاذ القرار، لكن دي ساعات بتكون ايه حاجه حميده، دي قليله وفي بعض السيتويشن زي ما هنقول، لكن في ان جنرال هي نيجاتيف ليدرشيب ستايل، الا في حالات معينه اللي هي غالبا بتبقى حالات الطوارئ. الادفانتج بتاع الاوتوكراتيك ايه؟ هل لها مميزات؟ طبعا لها مميزات. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا وقلنا المفروض القائد يبقى اوتوكراتيك ولا ديمقراطيك ولا ليسي فير، وقلنا ان القائد يكون ايه؟ الثلاثه مع بعض، على حسب ايه؟ على حسب الموقف، وعلى حسب ايه تاني؟ وعلى حسب الظروف او السيتويشن نفسها. يبقى انت وسيلتك، انت المفروض عندك الثلاث طرق في الايه؟ في القياده. هتختار الطريقه المناسبه على حسب الايه الانسان اللي واقف قدامك، او على حسب الموظف اللي بتتعامل معاه، هتختار الوسيله المناسبه على حسب ايه الموقف كمان، يعني ممكن القرار بتاعك يختلف من موقف للتاني، تمام، ممكن يختلف من قرارك ده من موظف للتاني، تمام، ممكن يختلف. ماشي، معنى كده بلام ينفع ان انا استغل الثلاثه او اشتغل الثلاثه، او المفترض ان الثلاثه ستايلز يكونوا موجودين فيها، ان الثلاثه لهم ايه مميزات والثلاثه لهم عيوب، صح؟ ما هي لو في حاجه مميزات بس هشتغل بيها بس بلا ما لهاش عيوب، ولو حاجه عيوب بس انا هخرجها ايه بره الحسبان تماما، مش هفكر فيه. ليه؟ لان ما باخدش منها غير عيوب. فبلا ما انا اخترت ان انا هشتغل بالثلاثه ستايلز اللي هم الميجور او الثلاثه الرئيسيين بالنسبه لنا، احنا قلنا في ستايلز كتير لكن دول الثلاثه الاساسيين، بلا ما اخترت ان انا هشتغل بالثلاثه دول، يبقى الثلاثه دول فيهم ايه مميزات وفيهم عيوب، بلا ثلاثه يبقى لازم يكون فيهم عيوب. يبقى الادفانتج بتاع الاوتوكراتيك او اللي هي المركزيه في اتخاذ القرار، بروفايد سترونج موتيفيشن اند ريورد فور ذا ليدر، ده انا عمال اخد قرارات وانجح، اخد قرارات وانجح، اخد قرارات وانجح، وانا الوحيد بس اللي باخد القرارات، يبقى انا ايه
كويس، يبقى انا شاطر، يبقى انا حلو، ماشي. يبقى ده بتعمل موتيفيشن وورد فور ذا ليدر. انت نفسك بتحس ان انت ايه، حد كويس. قراراتي كلها رغم ان انا باخدها لوحدي، ده انا ما بشتركش معايا حد في اتخاذ القرار، ما حدش فكر معايا، ده فكرتي انا لوحدي بس، ماشي. فنجحت الفكره يبقى انا كويس، يبقى انا ايه، حد كويس. وفي نفس الوقت القياده اللي فوقي عارفين ايه، سواء بقى لو انا مدير مستشفى فوق وكيل وزاره او وزير فوق وكيل وزاره، ايا كانت القياده الايه العليا، عارفه ان انا بعمل ده كله ودي افكاري وانا اللي بعملها لوحدي، ما بسرقش افكار حد، ما بشاركش حد معايا. ففي النهايه بيبقى ايه ده بيديني يعني بيديني عندهم فكر كويس، ان هم واخدين فكره كويسه عني، ممكن الورد ممكن يترقى، ده دماغه حلوه، ماشي. فحته الاوتوكراتيك دي بالنسبه للقائد نفسه او للشخص نفسه بتدي له سيلف ساتسفاكشن، بتخليه حاسس بقيمه نفسه كويس، بتخليه حاسس ان هو حد كويس. ات بريميت كود ديسيجن ميكنج، طبيعي في كارثه، في حادثه كبيره جايه المستشفى، هل بقى اجيب الناس اخد رايهم هنعمل ايه؟ هل هسيب الناس اللي قاعده في الاستقبال تحت كل واحد يتصرف بدماغه؟ لا، مفيش وقت للقصص دي، مفيش وقت ان انا اخد اراء الناس، ومفيش وقت ان انا اشوف كل واحد رغبته ايه. وفي نفس الوقت مش هينفع اسيب الناس اللي تحت تشتغل بمزاجها، لو اشتغلت بمزاجها هيبوظوا الدنيا. يبقى في الحالات دي لازم اخد القرار، في حادثه جالنا في الطريق اعملوا حسابكم، هنفتح الباب الاولاني، استدعوا كل دكاتره البطنه، كل دكاتره الجراحه، كل دكاتره مش عارف كذا، افتحوا اوضه العمليات اللي في الدور الثاني والثالث. انت عمال تدي اوامر وتعليمات، ما بتسمعش قرار من حد. ليه؟ في كارثه موجوده، في حادثه كبيره جايه المستشفى، في زلزال، في حادثه قطر، في حاجه كبيره، في كارثه، لو ما تعاملناش معاها بالطريقه اللي هي الاوتوكراتيك مش هنعرف نتعامل معاه. يبقى في الحالات دي المركزيه في اتخاذ القرار او سلطه اتخاذ القرار الاوحد مطلوب في حالات الطوارئ وحالات الحوادث. بس عشان تاخد القرار وتبقى عارف ان هو قرار سليم لازم تكون مؤهل لده، لازم انت كمان تكون انسان كويس. فلو انت انسان مش كويس واتبعت ده في حالات الطوارئ، انت غالبا عملت ايه؟ مصيبه، او عملت مشكله كبيره للمؤسسه. It is the best style in emergency، زي ما اتفقنا، في حادثه، في زلزال، في مشكله كبيره، يبقى في حالات الطوارئ لازم يكون الستايل بتاعك هو الستايل الاوتوكراتيك، لازم قرارك يبقى قرارك لوحدك، وما تقعدش تضيع وقت في ان انت تاخد اراء الناس، وما تديش حريه حركه للناس اللي في الاستقبال تتعامل مع الحادثه بطريقتها، لان كل واحد هيشتغل بمزاجه، وهتلاقي الناس كلها عماله تخبط في بعض تحت، وبالتالي هيحصل مشاكل اكبر من المشكله اللي موجوده. This style give good result when one is dealing with unskilled employee. يعني ايه؟ مثلا انت رئيس عمال، مش هنتكلم مدير مستشفى، واللي شغالين معاك العمال اللي شغالين معاك كلهم اللي هم بتوع الايه؟ 5%، كلهم اصلا عندهم مشاكل. ماشي، ما كانتش مشاكل عضويه، فهي مشاكل ايه؟ نفسيه. ينفع اصلا الناس دي تقول لهم رايكم ايه يا جماعه، ان ننظف الحته دي بكلور ولا بكحول؟ ما ينفعش. ليه؟ لا، ده هي تعليمات وهتنفذوها. ينفع تقول للناس دي يلا كل وقت انت قسموا نفسكم، يلا اتنين يروحوا البطنه واتنين يروحوا الجراحه واتنين يروحوا الاستقبال، هتلاقي 5 6 اللي موجودين لموا نفسهم وراحوا ايه؟ البطنه، عشان يبعدوا عن الجراحه وعن الاستقبال. يبقى الان سكيلد امبلوي او الان سكيلد بيرسون، الناس الغير مؤهله لاتخاذ قرارات بحكم تعليمهم، بحكم امكانياتهم العقليه، بحكم امكانياتهم الجسديه، ما ينفعش تديهم حتة الديمقراطيك او حتة اللي سيفير. الناس دي لازم تتعامل معاها بايه؟ بطريقة اعطاء الاوامر، نفذ كذا، اعمل كذا، مفيش فرصة للتفكير او المناقشة مع الناس دي، ماشي. يبقى الاوتوكراتيك ده للناس ان هي الناس الغير ايه مؤهلة، الان سكيلد بيرسون، في الاوقات ان هي في الاوقات بتاع الامرجنسي او اوقات الطوارئ، تمام. هل ليه عيوب الاوتوكراتيك ستايل؟ اه طبعا ليه عيوب، most people dislike it، كل اللي شغالين معاك هيبقوا كارهين ده وكارهينك اصلا. ليه؟ انت ما بتتكلمش معاهم، انت عمال تدي تعليمات واوامر فيها الصح وفيها الغلط، والناس عماله تنفذ وخلاص. فكل اللي شغالين معاك هيبقوا كارهين الستايل ده، كارهين الشغل في المكان، او كارهين المستشفى، وكارهينك انت شخصيا. frustration dissatisfaction and fear develop easily، الناس اصلا مش حابه المكان، الناس ما عندهاش ال حته ال ساتسفاكشن، الناس دايما خايفه، الناس دايما قلقانه من الشغل، عارفين ان في اي وقت هيتجازوا، مجرد ان هم ممكن ما مش عارفين حتى هم اتجازوا ليه، او مجرد ان هم ما نفذوش التعليمات بالظبط. الحقيقه ان ده كانفايرومنت او كوسط للشغل مش وسط مناسب، هيخلي دايما الناس تبقى ايه؟ مقفوله، ما عندهاش استعداد تشتغل، ما عندهاش استعداد تأدي او تطلع افضل ما عندها، عماله تعدي اليوم بيوم، وبيحسبوا الدقايق في الشغل امتى وقت الشغل او وقت النبطش يخلص عشان نمشي ونخفى من هنا، مش عايزين نشوف المكان ولا عايزين نشوف المدير ولا عايزين نتعامل مع الناس اللي موجوده في المكان. فالحقيقه ان ده ما بيبقاش جو مناسب، ولا ده هيخرج الابداع اللي عند الناس،
ولا يخلي الناس تشتغل بشكل كويس، او يخلي الناس تخرج اللي عندها او تؤدي المهام بتاعتها بشكل كويس. فهتبقى القصه ماشيه زي ما بيقولوا ايه، يوم بيومه، او ماشيه بالبركه او بالقصور الذاتي. طول ما الدنيا ماشيه اهي ماشيه وخلاص، لغايه ما يحصل كارثه كبيره في المستشفى والناس ما هتصدق انها ما تتعاملش معاها عشان يوقعوك او يعملوا لك مشكله. Employee don't involve yourself in the organization activity. ماشي، انتوا عندكم في المستشفى عملتوا حاجه كويسه كذا كذا كذا، لا احنا ما عملناش حاجه، ده المدير اللي عمل اصلا. انتوا عندكم في المستشفى في مصيبه حصلت كذا كذا كذا، ده المدير اللي عملها. فالحلو المدير اللي عمله والوحش المدير اللي عمله. انت ما بتعتبرش نفسك اصلا شغال في المستشفى، انت بتعتبرش نفسك جزء من الايه، من الانشطه بتاع المستشفى. وغالبا ده اللي بيتصدر للاعلام، يعني تلاقي مثلا على صفحه المستشفى بفضل توجيهات مدير المستشفى حصل كذا كذا، وبفضل توجيهات مدير المستشفى عمل كذا كذا. يبقى مدير المستشفى هو اللي ركب مسمار لحاله العظم، ومدير المستشفى اللي ركب البروستاتيك فالف لحاله الكارديو ثوراسيك، ومدير المستشفى ايه اللي ولد الست في العمليه، مدير المستشفى اللي عمل كل حاجه خلاص. لكن انت كدكتور لا، انت ما بتعملش اي حاجه، انت مالكش اي دور في الانشطه بتاع المستشفى او في انشطه الشغل. انت راجل بتروح تقعد على الكرسي بتاعك وتاخد بعضك وتروح اخر الايه، النبطشيه او اخر اليوم خلاص. لا انت عايز تبقى موجود اصلا، ولا عايز تتكلم عن المكان، ولا عايز تتكلم عن نفسك. لا انا رايح عشان في اخر الشهر اقبض وخلاص، وبحاول اخر الشهر اقبض المرتب كامل، ما اقبضش المرتب ناقص، فعايز اليوم يعدي، ومش عايزين مشاكل، ومش عايزين وجع دماغ. ماشي، طب انت عندك فكره حلوه في كذا كذا ما قلتهاش ليه؟ لا مش هقولها، واقولها ليه؟ طب انت مثلا في مشكله عندك، انت شايف السلك مثلا السلك ده كان عريان وممكن اي حد يتكهرب، يا عم اللي يتكهرب يتكهرب، بلا انا مش هتكهرب خلاص. طب انت مش عارف عندك مشكله في الجهاز كذا كذا ما بلغتش ليه؟ بدل ما الجهاز يتحرق ما يولع، ما يتحرق انا مالي. ماشي، هو ده مشكله الايه، اوتوكراتيك ستايل، بتخلي الناس دايما منفصلين عن الشغل وعن المكان، بيعتبروا المكان مش مكانهم، بيعتبروا الشغل بالنسبه لهم عباره عن تقضيه واجب، لان في الاخر الحلو مش هيتناسب ليهم، وبالتالي حتى الوحش هم مش في دماغهم. ماشي، لو عندهم حل مش هيحاولوا يحلوه، لو عندهم حل للمشكله مش هيقولوه. Employee don't have the autonomy to work. يبقى الناس ما عندهاش حريه الحركه. ماشي، انت اصلا مش مديلهم حريه الحركه، وحتى لو عندهم حريه حركه في جزء انت مش شايفه مش هيعملوا ده، الناس مش هتشتغل، الناس مش هتعمل ده. ليه؟ لان هم most people dislike it، الناس مش حابه الستايل ده في الاداره. البارتيسيبيتيف ستايل او الديمقراطيك ستايل، زي ما انتم شايفين احنا كلنا ايه، ايد واحده، كلنا هنتشارك مع بعض، كلنا هناخد القرار. يا جماعه انا بفكر انقل الاستقبال من مكانه، لان المكان ضيق وما عادش مستوعب الايه، الحالات اللي بتيجي كلها، فانا بفكر انقله يا مكان الاشعه يا مكان ايه، العنايه القديمه مثلا. رايكم ايه؟ فمجموعه لت الاشعه ومجموعه لت العنايه القديمه. طيب ناخد التصويت، التصويت معظمه كان ايه؟ الاشعه. حتى انت لو مدير مستشفى كان رغبتك العنايه القديمه، فانت هتنفذ ايه؟ رغبه الاغلبيه وتنقله اسم الاشعه. ليه؟ لان دي افكار الناس، والناس كلها موجوده في المكان، كل واحد ليه رؤيه مختلفه عن التاني، وبالتالي ممكن يكون قرارهم هو كقرار ديمقراطي هو قرار سليم وقرار صح، مش لازم يكون قرارك الفردي، لان انت ما عندكش كل الافكار وكل المعطيات. يبقى تيز اكسبريشن اوف ليدر تراست ان ذا ابيليتي اوف هيز سب اوردينيتس. يبقى انت عندك ايه؟ تراست، عندك ثقه في ان المجموعه اللي شغاله معاك اللي انت بتاخد رايها المجموعه دي كويسه. ما هو انت لو المجموعه مش كويسه هيوجهوك غلط طبعا، لكن انت بدل ما قلت لهم يا جماعه رايكم ايه نعمل كذا كذا كذا، ده اول بند من بنود ايه، الثقه. ده انا واثق فيكم لدرجه ان انا هخليكم انتوا اللي تاخدوا القرار مش انا اللي اخده. يبقى البارتيسيبيتيف ستايل او المشاركه او الديمقراطيك ستايل او اللي هي الديمقراطيه بتعتمد على ايه؟ على ان في ثقه ما بينك وبين المجموعه او الفريق اللي شغال معاك، وبناء على الثقه دي انت بتاخد رايهم في كل حاجه، والراي الاغلبيه او الراي بتاعهم هو ده الايه؟ اللي انت هتنفذه في النهايه. Leader believes that his people are equal desirous for contributing to the organization as he is. ماشي، ما انا عارف ان القرار اللي هتاخدوه هو القرار بتاعي في الاخر، يعني انا طبعا اي حد فينا واثق ان قراره ايه، قرار سليم، قرار صح. ماشي، كلنا عارفين ان احنا كويسين، ما حدش فينا بيبقى ايه عارف ان هو هياخد قرار غلط، ما فيش انسان طبيعي بياخد قرارات غلط وهو عارف انها قرارات غلط. ماشي، فيا جماعه انا واثق فيكم ان انتوا اي قرار هتاخدوه هو نفس القرار اللي انا هاخده او اللي انا مقتنع بيه، واكيد انتوا هتفكروا في القرار الصح، لان انتوا ناس كويسه وناس مؤهله لاتخاذ القرارات. انتوا الحقيقه انكم كمجموعه كلكم المفروض تبقوا قاعدين على الكرسي اللي انا قاعد عليه، كلكم تستحقوا تكونوا مديرين ايه للمستشفى. ليه؟ مؤهلين لده، انت عندك الثقه فيهم، وفي نفس الوقت ايه، انت عندك القناعه ان المجموعه دي كويسه، وفعلا هتقدر تاخد القرار السليم اللي هيحقق لك التارجت بتاعك، او يحقق احلامك، او يحقق رغباتك في النهايه. ماشي، لان انت واثق فيهم، ولان انت مقتنع مش ثقه بس ان الناس دي فعلا مجموعه كويسه. ليدر دي سنترلايز باور اند ديسيجن ميكنج، في الحاله دي بقت القرارات ايه،
قرارات لا مركزية. ماشي، يبقى دي مهمة جدا، القرارات اللا مركزية مهمة جدا. احنا يا جماعة، جه وزير الصحة، يا جماعة احنا هنطبق، وزير التنمية المحلية، يا جماعة احنا هنطبق البصمة على كل المنشآت الحكومية، وكل وزير مختص في تحديد ايه الافراد او الفئات او المحافظات اللي هيطبق فيها نظام البصمه وطريقه التطبيق. قام جاي وزير الصحه، يا جماعه احنا جاي لنا تعليمات من التنميه المحليه ان احنا هنطبق نظام البصمه، بس هم ادوا لنا حريه حركه او لا مركزيه في اتخاذ القرار. فاحنا في وزاره الصحه عندنا الدنيا لها ايه طبيعه خاصه. فبالنسبه لي انا شايف ان احنا نطبقها على كل الموظفين الاداريين العاملين بكل المستشفيات، يبقى انا طبقتها على الموظفين، وكل الاطباء والتمريض اللي شغالين في الفرق الاشرفيه زي الجوده ومكافحه العدوى والتدريب والبحث العلمي والتطوير والناس اللي هي بتيجي حضور وانصراف من 8 ل 2. لكن مش هنطبقها في الايه في الفرق الفنيه، اقسام البطنه والجراحات والكذا وكذا وكذا وكذا، مش هنطبقها. لكن في النهايه برضو احنا عايزين نلزم الناس بحضور وانصراف، فخلينا نشغلها ايه 18 ساعة بحد أقصى، ما حدش يشتغل أكتر من 18 ساعة. يبقى أنت قدامك في البصمة للهيكل الإداري من 8 ل 2، وللفرق الطبية اللي شغالة في أعمال إدارية من 8 ل 2. ماشي، أما بالنسبة للفرق الفنية أو الفرق الطبية اللي شغالة في الأقسام الطبية العادية، فأنت متاح ليك من 6 ساعات، 12 ساعة، 18 ساعة بحد أقصى، ويفصلهم 6 ساعات ويرجع يشتغل إيه 18 ساعة بحد أقصى 36 ساعة. يبقى أنت عندك بقى في إيه لا مركزية في اتخاذ القرار على مستوى الوزارة. وفي نفس الوقت حتى القرارات بتاع البصمة دي مش هينفع نطبقها في محافظات كتير زي المحافظات الحدودية مثلا. فأنا هدي سلطة اتخاذ القرار وتحديد الفئات اللي نعمل لها استثناء من البصمة أو عدم استثناء لوكلاء الوزارة اللي موجودين في المحافظة. فاهم جاي وكيل الوزارة اللي في الدقهلية هنا، يا جماعة احنا عندنا تعليمات بإيه؟ تطبيق البصمة، قاعد مع مديرين الإدارات ومديرين المستشفيات. ماشي، أنا هسيب لكم سلطة تحديد الفئات اللي تستثنوها وتحديد المواعيد العمل بإيه؟ بالبصمة. يبقى في قرار عام اهو بيتنفذ وعمال ينزل ايه من ايه من سلطه للسلطه اللي تحتها للسلطه اللي تحتها. فقام جاي مدير المستشفى، يا جماعه انا عندي تعليمات بتطبيق البصمه في المستشفى، فانا قررت ان انا اطبقها على الموظفين خلاص، ومش هعرف اطبقها على الاطباء والتمريض. لكن في النهايه خلينا نعمل جداول ايه للناس تشتغل 12 ساعه خلاص في اليوم او 24، حتى لو عايز يعمل الاستثناء 24 لبعض الفئات زي العنايه مثلا وزي ايه الاستقبال والطوارئ، ده ممكن نعمل له استثناء 24. يبقى هو حدد اولوياته واحتياجاته بطريقه لا مركزيه في المكان بتاعي اللي ينفع يتطبق عندي، في مثلا في سيف في مستشفى المنصوره مش هينفع يتطبق في مستشفى المطريه، والاثنين جوه نفس المحافظه. اللي هينفع يتطبق للفرق الطبيه جوه مستشفى المنصوره اقصى عدد ساعات العمل الطبيب هي 12 ساعه، مش هنزود عن كده. ماشي، والرقم ده كمان كتير بالنسبه للهيومن بينج عموما يعني. لكن في المطريه مش هينفع اقول 12 ساعه، لانه هياخد 3 4 ساعات رايح و3 4 ساعات جاي. ففي المطريه لا، انا اسمح لك تشتغل 24 ساعه. يبقى داخل نفس المنظومه ونفس الطبيب اللي هو دكتور البطنه هنا وهو دكتور البطنه هنا، ونفس طبيعه العمل المفروض، لكن لمجرد اختلاف المكان ماشي ممكن ابدا اعمل ايه قرار مختلف. انا عرفت اخد القرار ده وده خد قرار مختلف وده خد قرار ليه؟ لان في لا مركزيه في اتخاذ القرار. يبقى انا حته اللا مركزيه بتديني ايه حريه حركه شويه في ان انا اعالج المشاكل اللي عندي او ظروف المكان اللي عندي. مميزات الديمقراطيه في اتخاذ القرارات ايه؟ اول حاجه الليدر اند جروب اكت از وان يونت. احنا كلنا يا جماعه ايه ايد واحده، كلنا حاجه واحده ماشي، وهنشتغل مع بعض. رايكم ايه نعمل كذا، يلا نعمل كذا. رايكم ايه نعمل كذا، يلا نعمل كذا. في النهايه القرار انا اللي بمضي عليه كمدير مستشفى، في قرار موجود فعلا هنطبقه وانا اللي مضي عليه، بس اللي واخد القرار مين؟ احنا، مش انا. احنا كلنا قعدنا واتفقنا مع بعض ان احنا هنعمل كذا فهنعمل كذا، وانا بناء على رايكم كقرار اغلبيه هطبقه وهطلع قرار. يبقى قرار مدير المستشفى بعمل 1 2 3، ده قرار الاغلبيه اللي في المستشفى مش قرار المدير، لكن اللي بيطلع القرار في الاخر مين؟ المدير. يبقى احنا اللي كتبنا القرار والمدير ايه مضى عليه. يبقى الليدر اند ذا جروب او الجروب بتاعه اكت از وان يونت، دي حاجه مهمه. حاجه مهمه وميزه. الكرياتيفيتي اند انوفيشن اف امبلوي از نوت سبريست، انت بقى مدي للناس ايه حريه حركه للابداع وللتطوير. ماشي، انت بتدي للناس حريه حركه ان اي حد عنده افكار جديده او رؤيه حلوه لتطوير المستشفى او فكره كويسه لمعالجه مشكله موجوده عندنا في المستشفى. ده في جهاز مثلا بيقطع على طول عشان في مشكله في لوحه الكهرباء، والله يا فندم انا رايي نعمل كذا كذا، ايه رايك اما نشيل لوحه الكهرباء دي نوديها كذا ونجيب لوحه كهرباء هنا. انت عمال تقول ايه افكار وعمال بتحاول تبدا في حل مشكلات المستشفى لمجرد ان المدير بيتناقش معاك في ايه في القرارات نفسها. employee are given relative autonomy to work، في جزء من حريه الحركه موجود. ماشي، الجزء ده مش مرتبط بشخصيتك بس، يعني احنا بنقول ريلاتيف اوتونومي ليه؟ لان احنا في النوع الثالث هيبقى ايه
الاوتونومي دي مفتوحه، انت عمال شغال ايه مع نفسك، ما حدش عارف انت بتعمل ايه. لكن هنا انت رحت قلت لمدير المستشفى ايه رايك لو عملنا كذا، دي حريه حركه، فمدير المستشفى ايه ممكن يوافق لك وممكن يرفض. لو وافق فانت هتنفذ، يبقى حريه الحركه، حريه القرار اللي انت خدته او الفكره بتاعتك اللي انت عايز تطبقها، ايه رايك ولو عملنا كذا كذا، لو وافق عليها هتطبق، طب لو ما فيش عليها مش هتطبق. يبقى دي بنقول عليها ريلاتيف اوتونوم. الاوتوكراتيك انت اصلا لو عندك فكره مش هتروح تقولها، ماشي؟ يبقى في الحاله دي ما فيش اي اوتونومي خالص. اللي سي فير انت هي فكره بتطلع في دماغك بتنفذها، ما بترجعش حتى لمدير المستشفى. يبقى حته الاوتونومي او حريه الحركه او حريه اتخاذ القرار في الديمقراطيك بتبقى موجوده، بس موجوده بايه؟ بحدود. برضو ليك حدود ما ينفعش تعديها. عايز تعمل اي حاجه على دماغي من فوق بس تعالى بلغني بيها ونشوف نعملها ازاي ونعملها امتى ونعملها ليه. فانت عندك فكره تعالى اتفضل قولها لي خلاص وانا هطبقها لو الفكره دي ايه كويسه، او هعدل عليها. ممكن الفكرة مثلا ما تكونش كاملة فانا اقول لك لا احنا نعمل كذا، نشيل كذا او نحط كذا، او ارفضها. حقي ارفضها لان انت مش شايف الصورة كاملة، لكن انا شايف الصورة كاملة. انت لو نقلت الجهاز ده من هنا من لوحة الكهرباء من اسم الاشعة عشان الاجهزة فيه كتير، ورحت حطيتها لي في العناية، حرقت كل ايه الفنت اللي في العناية. انت مش شايف العناية، انت شايف ايه؟ اسم الاشعة اللي انت شغال فيه بس. يبقى الريلاتيف اوتونومي دي من المميزات بتاع ايه؟ الديمقراطيك بالمقارنة بالاوتوكراتيك. الديس ادفانتج بتاع الديمقراطيك، ذيس ليدرشيب ستايل از يوزليس ان كيس اوف ان امرجنسي. حادثه جايه ما ينفعش الم الناس واعمل اجتماع ورايكم ايه يا جماعه، مفيش. حاله الامرجنسي ما ينفعش افعل معاها ايه الديمقراطيك، لازم الاوتوكراتيك. حاله الامرجنسي لو انا بدات اخد راي الناس وكل واحد يقول رايه وده صوته يا لو ده يقول لا وده يقول اه وده يقول لا انا اللي انا اقوله وانت مش عارف ايه، انت اصلا مش فاهم حاجه، لا انت اللي مش فاهم، انت ازاي تقول عليا كده، انت اللي مش عارف ايه، ونبدا نتناقش مع بعض الاجتماعات العاديه بتاع المصريين في اي مؤسسه. في الحاله دي يعني عما نخلص الاجتماع يكون ايه الكارثه نفسها خلصت. The assumption of this style that the people have the skill and will to help organizational effort may not be always correct. ساعات كتير جدا احنا يعني في كمديرين مستشفيات مش لازم معايير اختيار رؤساء الاقسام مثلا واحنا بنتكلم على مستشفى تكون كلها سليمه، ساعات كتير بنبقى مجبرين على اختيار بعض الناس او في ناس اتفرضوا علينا بحكم المكان، لكن الناس دي غير مؤهله لاسباب كتير يعني. فبناء عليه انت لما بتيجي بقى تاخد حته الديمقراطيه ساعات بتدي ايه؟ باد ديسيجن. زي مثال ايه مثلا؟ ودي كان حاجه من الحاجات مثلا اللي اتكلموا عليها في الانتخابات مثلا بتاع مجلس الشعب زمان والنواب دلوقتي او مجلس الشيوخ او اي مجالس من المجالس النيابيه في مصر. كانوا دايما زمان يعملوا ايه؟ حاجه اسمها نسبه عمال وفلاحين خلاص، ونسبه ايه؟ اللي هي الفئات. ده اللي كان موجود زمان. فالمفروض يعني ان كان المفترض ان كان زمان سي مثلا مجلس النواب او مجلس الشيوخ المفروض ان المجلس الصح يعني ان هو بيبقى المجلس او القوانين هو ده دوره عموما. عن دور المجالس النيابيه غالبا بتبقى مرتبطه بحته القوانين. طب انت جايب فلاح مثلا ما اتعلمش، يعني احترامنا طبعا الفلاحين، هو في الحته بتاعته اللي هي حته الزراعه والكلام ده هو مؤهل احسن من الوزير نفسه اللي ده حتته، وقمت رايح جايب مثلا فئات اللي هم الناس اللي شغالين مثلا شغال في ورشه، شغال عامل، شغال مش كذا، هو برده في الحته بتاعته مع احترامنا لكل الناس هو مؤهل ليها احسن من الناس الثانيه. لكن الحقيقه في حته اصدار القوانين واتخاذ القرارات المصيريه للبلد وقرارات الحروب وقرارات السلم وقرارات الحاجات الكبيره دي محتاجه ناس ايه؟ مؤهله. فانت بتقوم جايب الناس حاطط نصهم عمال وفلاحين ونصهم ايه فئات، وبعد كده تعرض عليهم مشكله كبيره في البلد مثلا زي الموازنه. طب تعرض الموازنه المفروض ان يوافق عليها المجلس النواب مثلا، نص الناس اصلا قاعده مش فاهمه يعني ايه موازنه، يعني الكلمه نفسها هم مش عارفينها، ماشي؟ والنص بتوع الفئات بقى ممكن تاخد اكتر من 70 80% اصلا مش فاهم ايه البنود بتاع الموازنه وطريقتها وازاي بتتعمل وايه الحلو وايه الوحش والكلام. فانت حاطط ناس غير مؤهله لاتخاذ القرار عشان تعرض عليهم مشكله وتقول لهم ايه الموافق ايه يقوم برفع يده. خلاص الناس اصلا مش فاهمه حاجه عشان تقول هرفع ايد ولا مش هرفع ايد. فساعات كتير من السلبيات بتاعه الديمقراطيه ان لو انت عندك الفريق اللي شغال معاك غير مؤهل او ما عندوش السكيلز لاتخاذ القرار او مساعدتك في اتخاذ القرار، غالبا راي الاغلبيه في الاخر هيبقى ايه؟ قرار غلط او قرار خاطئ. يبقى حته الديمقراطيه ساعات كتير جدا ما بتبقاش ايه؟ سليم. كان في مقولة أيام الثورة كان اللي هو Egyptian people is not ready for democracy، ماشي؟ أو الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية. إحنا طبعًا يعني اتريقنا عليها وبتاع، أنا بحب أقولها كتير الجملة دي، لكن هي دي حقيقة فعلًا، الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية. سهل جدًا، هو عاطفي بطبعه، فسهل جدًا تأثر عليه بالعاطفة.
سهل جدا تأثر عليه بحاجات كتير جدا زي فلوس، زي هدايا تتوزع، ماشي. فالحقيقة ان الشعب المصري لما بيجي يختار الناس عموما بيتأثر شوية بحتة ايه، العاطفة القبلية. حتى في الانتخابات العادية، انا فاكر زمان ايام ما كنا اطفال في انتخابات الفصول رائد الفصل والكلام ده، لو ولد وبنت ترشحوا قصاد بعض على حسب الاكتر، الولاد ولا البنات، لو البنات اكتر يبقى البنت اللي بياخدوه سواء هي حلوة ولا وحشة، لو الولاد اكتر يبقى الولد اللي بياخدوه. نطلع مثلا على الاكبر شوية، فلو المدرسة دي فيها مثلا مجموعة 5 6 كرة، غالبا اللي هيبقى رائد الفصل ايه، اللي ولاد بلده اكتر في المكان ده، فالناس اختاروه لمجرد ان هو ايه، ابن البلد. نكبر شويه مثلا ونشوف مثلا ايه اختيار اتحاد طلاب الجامعه مثلا، واللي هيختار اتحاد الطلاب فهيختاروا مين؟ اكتر واحد ليه ممثلين في الاتحاد من الكليه، يعني لو من طب هيختاروا بتاع طب، لو هندسه هيختاروا بتاع هندسه، ما بيختاروش الايه كويس. فاحنا دايما اختياراتنا في اي انتخابات عموما بتبقى نابعه من حته القبليه شويه، هنختار ابن البلد، ابن التخصص، ماشي. حتى في انتخابات النقابه يعني ده موجود، يعني ما نقدرش ننكره، ماشي. الدكتور ده بتاع ايه، ده بتاع نسا، خلاص هنديله صوتنا عشان احنا كلنا بتاع نسا. هل هو كويس؟ لا. هل هو احنا ما نعرفوش اصلا؟ طب انت اديت صوتك ليه؟ عشان بتاع نسا زي، عشان بتاع كلى زي، عشان بتاع جراحه زي. الدكتور ده هديله صوتي ليه؟ ده شغال في العام وانا شغال في العام، فانت هتديله صوتك عشان ايه؟ عشان هو شغال في العام. هل هو كويس؟ لا. انت ما تعرف، انت اصلا ممكن ما تكونش عارفه، لكن انت عارف ان هو شغال معاك في المستشفى، هديله صوت عشان هو من المنصورة وانا من المنصورة. فغالبا الاختيارات بتاع الحاجات اللي فيها الديمقراطية شوية بتبقى مرتبطة اكتر بايه، حتة القابلية، ابن البلد، ابن التخصص، ابن النادي، ابن مش عارف ايه، ماشي. لكن ما فيش فيها معايير الكفاءة او مين الكويس ومين الوحش. وبالتالي لما انت بتبدأ تختار على الاساس ده، هيطلع في الاخر عندك معظم الهيكل اللي موجود في اي مؤسسة عندك هيكل ايه، مش سليم تماما. وممكن القرار اللي انت بتاخده بديمقراطية يبقى قرار ايه، سلبي في النهاية عليك وعلى المؤسسة نفسها. الفري رين ستايل او الليسيفي، اللي هو زي ما انتم شايفين كده، ده المدير واقف مع واحد والناس كلها ايه، واقفه ورا بتعمل اللي هي عايزاه. احنا مش مع بعض، ما فيش ديمقراطيه، ومش انا هقول لكم تعملوا ايه. يا جماعه انتم ما شاء الله عليكم، ده انتم احسن منه كلكم، يلا كل واحد يشتغل ايه بمزاجه، اللي عايز يعمل حاجه يعملها، ماشي. فانت مدي للناس حريه حركه انها تشتغل، وتشتغل بمزاجها من غير حتى ما ترجع لك، واي حاجه تطلع في دماغه ايه، ينفذها. This style of leadership is considered to be the most extreme style. ده اكستريم، ده فعلا ده مش صح، ماشي. ان انت تسيب كل واحد يشتغل من غير حتى ما يرجع لك ومن غير ما يعرفك هو بيعمل ايه، ده مش صح. The leader play a minor role. مش عايز اقول حتى ان الليدر ممكن ما يكونش له رول اصلا، يعني انت قاعد في مكتبك، قافل عليك مكتبك، محدش بيرجع لك، كل واحد بيحصل له مشكله ايه، بيحلها بطريقته، وطريقته بقى زي ما تيجي، تطلع صح تطلع غلط، ما عندكش اي مشكله. وبالتالي انت ما انتش عارف اصلا ايه اللي بيحصل عندك في المستشفى. The leader doesn't take full authority. انت ما مش في ايدك سلطه، ماشي. انا عايز مثلا، انا كرئيس قسم عنده دكتور في القسم مثلا طبيب مقيم عمل مشكله، خلاص مش هيرجع لي كرئيس كمدير مستشفى، لا ده رئيس القسم بيديه اجازه مباشر وبيروح يبلغ بيه من غير ما حتى يرجع له، من غير ما اعرف ايه اللي حصل. وبالتالي الطبيب المقيم اللي موجود في القسم ده، هل هيحترم مدير المستشفى او هيرجع له في اي حاجه؟ هو عارف ان ملوش لازمه، هو اللي بالنسبه له صاحب القرار اللي له لازمه مين؟ رئيس القسم. مدير المستشفى ده ملوش لازمه، ليه؟ لان مدير المستشفى مديله صلاحيات يعمل كل عايزه. يا جماعه اي قرار ياخدوه نفذوه وانتم مغمضين عينيكم، اللي عايزه اعمله له، ماشي. فاللي عايزه اعمله له ونفذوا القرارات اللي هو عايزها وكلام من ده، نزع من ايدك ايه، السلطه بتاعتك، ما عادش ليك سلطه. وبالتالي ما دام مالكش سلطه يبقى ايه، ما عليكش مسؤوليه، ماشي. قام رايح الطبيب المقيم شاكر رئيس القسم ان هو اداله جزء كذا كذا، فراح مدير المستشفى ما عارفش حاجه عن الموضوع ده، انا ماليش دعوه. ليه؟ لان انا لا مضيت ولا شفت ولا عرفت، خلاص. بس هو ارتضى ده لنفسه، ارتضى ان هو يبقى ايه، ملوش اي لازمه في المستشفى، ان انت تبقى قاعد في مكتبك بتقبض ايه، مرتب مدير المستشفى في نهايه الشهر، من غير ما تبقى ايه قاعد بقى شاغل بالك مشاكل وحلها ازاي، وده يكلمك وفلان مش عارف كذا يكلمك وبتاع وكلام من ده. ده بالعكس، حتى يعني ساعات كتير ناس كتير بتتجه للاداره عشان تربي علاقات كويسه مع ايه، مع المجتمع اللي حواليهم بقى، ضباط ومستشارين ومش عارف ناس في المحافظه وناس في مش عارف كذا وناس اللي لها خدمات، فيطلبك مثلا حد من مكتب المحافظ في حاله كذا 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 في اسم في العنايه العامه عندك محجوز، عايزين نطمن عليه. والله يا فندم ده رقم ايه؟ رئيس القسم بتاع العنايه، وكلمه مباشره اصل ما اعرفش حاجه. وبعد كده يكلمك حد من مكتب وكيل الوزاره، ده في حاله جراحه عندك في اسم الجراحه، طب خد رقم رئيس اسم الجراحه وكلمه. اللي هيحصل بعد كده ان لما في حاله ثانيه هتتحجز في العنايه، المحافظه ما عادش هتكلمه، هتكلم مين؟ هتكلم رئيس القسم، ومعاه رقم وخلاص، وهيكلم بتاع الجراحه وهيكلم بتاع البطن، ويبقى مدير المستشفى قاعد اصلا ما حدش بيكلمه وما حدش بيطلب منه خدمات. فحتى يعني لو هنقول عليها الى حد ما تعتبر ميزه في حته الاداره شويه، علاقاتك مع ناس انت كمان افتقدت دي.
ماشي. فحته الفري رين او ان انت تدي الناس حريه حركه بدون الرجوع ليك وبدون ما تبقى عارف ايه اللي بيحصل حواليك في المستشفى، شال منك السلطه من ايدك تمام، ما عادش ليك اي سلطه على المستشفى، وحماك طبعا من حته الريسبونسابيلتي الى حد ما، بلام انت مش ماضي على حاجه او الحاجه دي ما وصلتلكش او المشكله ما وصلتلكش، وبالتالي غالبا ما بيبقاش فيها مسؤوليه قوي عليك. لكن لو انت راضي ان انت تبقى انسان الى حد ما سلبي، انا بعتبرها جزء من السلبيه شويه، او ان انت ما بيبقاش ليك دور في المجتمع، لو انت مش مؤهل يعني انت فعلا ما عندكش امكانيات تبقى قائد او مدير للمستشفى، وعايز تبقى قاعد على الكرسي بتاعك عشان اخر الشهر تقبض المرتب بتاعك بالحواس بتاع الاداره وكلام من ده، خلاص مفيش مشكله. بس ما تتوقعش ان انت هتبقى مدير ناجح، وما تتوقعش ان انت تكبر في اي وقت من الاوقات، او ان انت تاخد ايه سلطه او 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 تايتل او وظيفه اعلى من الوظيفه اللي انت موجود فيها، ولو قعدت 100 سنه في المستشفى هتخرج من المستشفى وزي ما هي، لا هتطورها ولا هتحسن من مستواها. مميزات وزيرز ديسنتراليزيشن اوف اوثوريتي اند ريسبونسابيلتي، انت مدي الناس حريه حركه ومدي لهم حريه اتخاذ قرار، ففي حته ايه لا مركزيه واضحه جدا، كل واحد عنده مشكله يا جماعه بيحلها ماشي. ذا امبلويك ار جيفن كومبليت اوتونومي تو ورك، انت مدي بقى كومبليت اوتونومي، احنا في اللي فاتت قلنا ايه بارشال او ريلاتيف، حريه حركه محدوده، لكن هنا ده حريه حركه كامله، انت كل واحد بيعمل اللي نفسه فيه، اي حد يطلع في دماغه اي حاجه في المستشفى بيعملها من غير ما المدير يبقى عارف ايه اللي بيتعمل. Employee gets the opportunity to use their creativity and talent to the fullest. بيستخدموا كل ما الابداع وحريه الحركه دي بتخلي الناس دايما عندها ابداع، فعلا طلعت فكره كويسه في دماغي فانا اعملها، ما حدش هيعكسني ما حدش هيعطلني، فبعمل الفكره الكويسه اللي طلعت في دماغي، انا مبدع بطبيعتي، بدور على التطوير، بدور على ايه تحسين بيئة العمل في المكان اللي انا موجود فيه اللي هو اسمه معين، يعني دكتور جراحه شاطر ودماغه حلوه فقرر يدخل مناظير وقرر يفتح مش عارف كذا وقرر ان هو ايه يعلم الناس على طرق جديده، فعمال ايه يبدع ويطور من الاسم بتاع الجراحه بتاعه بدون مدير المستشفى ما بيتدخل في الموضوع، لا بيعطله ولا بيشجعه، بس هو الراجل ماشي كويس وبيحسن المكان، وفعلا المكان بيتطور وسمعته بتبقى احسن، وده بينعكس طبعا على سمعه المستشفى. فانت مدي حريه حركه للناس انها تطور وتبدع وتطلع كل اللي جواها ماشي باقصى حاجه عندهم بيطلعوها، وبالتالي الناس مع حريه الحركه دي فعلا الناس هتشتغل بايه بحريه اكتر وبابداع اكتر، والناتج بتاعهم هيبقى ممتاز، هيبقى كويس جدا. بس انت مرتبط بحاجه ان الناس دي تكون فعلا كويسه، الناس دي تكون فعلا مبدعه وعندها افكار كويسه، الناس دي تكون انت اخترت صح. لو انت اخترت صح على كل المستويات في الحاله دي هيبقى مقبول ايه اللي سفر او الفريرين، انت تسيب الناس تشتغل بحريه حركه لان انت فعلا اخترت من الاول صح، وبالتالي كل اسامي المستشفى عماله تطلع وعماله تطور نفسها وعماله تكبر، والمكان بيتحسن وسمعه المكان بيتحسن. لما المكان ده البطنه بتتحسن والجراحه بتتحسن والنسب بتتحسن والاستقبال بتتحسن، معنى كده ايه؟ ان انت حد كويس، رغم ان انت مدي الناس حريه حركه وما بتتدخلش في اي حاجه، لكن اكيد ان انت اخترت ناس كويسه، فالناس الكويسه دي طورت كل المستشفى مش مكان واحد بس مرتبط بفرد معين موجود فيه، وبالتالي ما دام المستشفى كلها عماله تزيد يبقى في ايه؟ في حاجة كويسة في الإدارة المركزية بتاعة المستشفى. الحاجة الكويسة ايه؟ مش ان هو بيتدخل في القرارات، الحاجة الكويسة اللي عملها من الأول ان هو اختار الناس الصح او حط الناس الصح في المكان ايه؟ الصح او المكان السليم. Provide greater job satisfaction to the employee، اللي هو ايه؟ job satisfaction، الناس كلها مبسوطة وراضية، الناس كلها بتشتغل بمزاجها وعندها حرية حركة، اللي هي شايفاه كويس بتعمله واللي شايفاه وحش ما بتعملوش. ففي سيلف ساتسفاكشن، في كميه رضا كامله من الناس وهي شغاله في المستشفى، الناس بتحب تروح المستشفى تشتغل ليه؟ لانها بتعمل اللي هي بتحبه، وبالتالي تلاقي ناس موجوده قبل ميعادها وماشيه بعد ميعادها، ممكن تيجي في وقت مش وقت شغلها، الناس حابه الابداع، حابه في فكره كويسه طلعت في دماغه مش مطلوبه منه بس هو مقتنع بيها فبدا يعملها، فبدا يبذل مجهود اكبر وشغل اكبر، وبدات الايه؟ الصوره تكون احسن في المستشفى. دي كلها ادفانتج للفري ريت، دي ادفانتج فعلا او مميزات للستايل ده، بس لو خدتوا بالكم كله معتمد على ايه؟ ان انت واخد ايه؟ مختار ناس صح، او مختار حاطط الناس اللي هو الشخص المناسب في المكان المناسب. عيوبه ليدر بلاي امان الرول، ما ممكن يكون ما بيلعبش اصلا رول هنا زي ما اتفقنا، فعلا انت مالكش دور خالص، انت ممكن حتى في حاجات كتير تحصل في المستشفى من غير ما تعرفه. ليدر فيل تو جايد اند موتيفيت هيز امبلوي، في النهايه المدير ده مش هيعرف يقود المجموعه او يحمسهم، ليه؟ لان اللي عنده حماسه شغال واللي ما عندوش حماسه خلاص مش شغال، فانت مالكش دور قوي في حته ايه الحماسه او التطوير بتاع الناس، انت معتمد على ايه طبيعه البشر نفسهم او المجموعه اللي شغاله معاك. لو المجموعه كويسه هتشتغل كويس، لو المجموعه مش كويسه مش هتشتغل كويس. هل المجموعه كويسه تقدر تحمسهم اكتر من كده؟ لا، انت اصلا مالكش دور. طب هل المجموعه اللي مش كويسه او اللي مش شغاله كويس هتقدر تخليهم يشتغلوا كويس؟ برضه انت مالكش دور،
ماشي، يبقى في الحالات دي مش هتقدر تحفز الناس او تحمسهم او تخليهم يشتغلوا بشكل افضل او بشكل سليم عن الشكل اللي هم شغالين بيه، سواء الشكل اللي هم شغالين بيه ده كويس يعني هم كويسين او نص نص، لهم ان هم في الاخر مجموعه نص نص، او بشكل مش كويس لان المجموعه نفسها مش كويس. تو ماتش اوف اوتونومي كان ليد تو فارسر بروبلمز ان ذا اورجانيزيشن. وخلينا نتفق في الاخر ان انت لما تسيب للناس حريه حركه كل واحد هيشتغل بمزاجه، ما دام ما فيش فيه مركزيه يبقى انت عندك مشاكل اكبر. ماشي، دكتور العظم طلعت في دماغه ايه، انا بدل ما اشتغل حالتين في اليوم انا هشتغل ثلاثه، وقام واخد ايه عامل لسته وثلاث حالات، وقام واخد الثلاث حالات بتوع رايح اوضه العمليات، وقام بتاع المسالك قال لك انا مش هشتغل حالتين انا هشتغل ثلاثه، وقام واخد ثلاث حالات، وقام بتاع الفاسكولار واخد ثلاث حالات، والجراحه العامه واخد ثلاث حالات، وبيبصوا لقوا العمليات بقى بعد اللي هي طاقتها مثلا تشتغل 8 حالات في اليوم في 20 حاله قاعدين في العمليات. ماشي، بقت دي مشكله اكبر من الويتنج ليست، ان انت جبت حالات كتير رميتها قدام العمليات عشان تشتغل، لمجرد ان في ايه؟ ان في حريه حركه وكل واحد شغال بمزاجه من غير ما يرجع للاداره المركزيه. يبقى في الحاله دي لازم الليسته بتاع كل اسم في الاخر تتمضى من ايه؟ من مسؤول العمليات او رئيس العمليات، طبيب مسؤول، ومن مدير المستشفى. ليه؟ عشان انظم العمل ما بين الاقسام المختلفه، لان طبيعي ما فيش تواصل ما بينهم. يبقى حريه الحركه لما بتبقى مفتوحه بالشكل الستايل ده غالبا مشاكلها بتبقى اكبر، ما دام احنا مؤسسه كبيره وفيها اقسام مختلفه، لان كل قسم هيبقى ايه؟ شغال مع نفسه. وما دام كل قسم شغال مع نفسه لازم يحصل صدام مع الاقسام الثانيه ما دام في بينهم ايه؟ حاجه مشتركه. يبقى دي مشكله الاوتونومي، في فارثر بروبلمز او مشاكل اكبر من المشاكل الاساسيه ممكن تحصل مع الايه؟ مع التو ماتش اوتونومي او مع حريه الحركه الزايده عن اللزوم اللي موجوده في الستايل ده او في المجموعه دي. وعشان كده الجود ليدر بيبقى ليه كرايتيريا معينه، هي دي ماشي، عنده فيجن، عنده رؤيه للمؤسسه او للمستشفى بتاعته. اكسبكت ذا بيست، دايما متوقع الاحسن، دايما حاطط خطط للمستقبل، ده احنا نعمل كذا وكذا وكذا. واكسبكت ذا بيست في ايه؟ فروم التيم. وانا عارف ان انتوا تعرفوا تعملوا ده، لان انتوا فعلا هو مقتنع ان هم فعلا مجموعه كويسه، ومقتنع ان اللي عندهم دايما احسن من اللي موجود، ويعرفوا يحققوا كل التارجت. هو حاطط تارجت كويس، اكسبكت ذا بيست، ومتوقع الكويس ده يتحقق، لان هو متوقع ان الناس اللي معاه مجموعه كويسه. ماشي، كلير كوميونيكيشن، عنده تواصل كويس جدا مع الناس، ودي هتبقى مجموعه محاضرات كامله هنتكلم عنها ان شاء الله في خلال الكورس، ممكن يكون موديول كامل. سبورت، الراجل واقف في ظهر الناس كلها، عامل لهم سبورت، عامل لهم دعم في اي مشكله، اي حاجه محتاجينها بيوفرها لهم، اي حد بيتعرض لهم من بره المستشفى بيدافع عنهم، واقف في ظهرهم، فعامل ايه؟ سبورت كويس للناس بتاعته. انكورجمنت، بيشجع الناس، يا جماعه انتوا كذا كذا، لو انتوا كويسين، انتوا ليه ما انت ليه ما قدمتش زماله؟ قدم زماله، ده انت كويس جدا وتستحق، انت وانت قدم دكتوراه، انت انا هبعتك بعثه مثلا كذا كذا، وانا هديك تدريب في جامعه مش عارف ايه، عمال يشجع الناس وعمال ايه؟ ريكوجنيشن، انسبيريشن، انتجريتي. ماشي، كلير جولز، جود اكزامبل، زي ما قلناها انت في الاول وفي الاخر ايه؟ لازم تكون مثال جيد للناس، طالب منهم حاجه يعملوها لازم تكون انت ايه؟ ملتزم بالحاجه دي او بتعملها قبل ما هم يعملوها، لكن ما ينفعش تكون بتعمل عكسها وتطلب منهم ايه؟ يعملوا نفس الحاجه. يبقى ده الجود ليدر، واعتقد احنا النقط كلها كنا غطيناها في المحاضره اللي فاتت وجزء من المحاضره بتاع النهارده، لكن دي ان جنرال، هل هي دي بس الكرايتيريا؟ لا، في هتلاقوا في كرايتيريا كتير، وهتلاقوا كرايتيريا مختلفه، لكن في الاخر كلها تقريبا بتدور حوالين نفس ايه؟ الاجزاء دي او الاسماء دي. ماشي، وعشان كده في النهايه بنقول ايه؟ ان الباد ليدرز بيليف زير تيم ورك فور ذم، انتوا شغالين كلكم هنا عشاني، انتوا شغالين كلكم هنا عندي خلاص، وهتعملوا اللي انا عاوزه خلاص، ده باد ليدر. ده لما يبقى انت تصورك او تخيلك للمجموعه اللي شغاله معاك في المستشفى ان المجموعه جايه عشان بتشتغل عندك خلاص، وعشان تحقق الاهداف بتاعتك، او عشان انت تترقى، وعشان تاخد مكافئات، وعشان تطلع يكرموك في المحافظه، ويكرموك في الوزاره عشان انت حد كويس، انتوا هتعملوا كذا كذا عشان انا اتكرم، انتوا هتعملوا كذا كذا عشان اترقى، انتوا هتعملوا كذا كذا عشان اخد ايه؟ التقييم كامل فاقبض كويس. فالناس شغاله عندك وشغاله عشانك، الناس بتعمل كل ده عشان ايه؟ عشان انت، مش عشان المكان نفسه. يبقى الباد ليدرز بليف زير تيم ورك فور ذم، لكن الجود ليدر او الجريت ليدرز ده اللي احنا عايزينه بقى، بليف زي هم مقتنعين، مش بليف حتى، ورك فور زير تيم، انا يا جماعه هنا موجود على الكرسي ده عشانكم، انا هنا موجود عشان احل مشاكلكم، عشان اساعدكم، عشان اخليكم تشتغلوا بشكل كويس. يبقى لو انت اعتقادك الداخلي ان الناس اللي في المستشفى دي بتشتغل عندك، انت باد ليدر. لو انت عندك قناعات شخصيه ان انت موجود كمدير للمستشفى عشان تساعد الناس وتسهل عليهم شغلهم، موجود عشان خاطرهم، عشان تحل مشاكلهم، يبقى انت جود ليدر. وعشان كده الجود ليدر او الجريت ليدر في النهايه دايما بنقول ايه؟ جريت ليدر جريت كرييتس مور ليدرز. انت عشان تبقى قائد لازم تتعامل مع كل الناس اللي معاك ان هم ايه؟ قاده.
ماشي، لازم يكون الكرايتيريا اللي موجوده فيك تزرعها فيهم وتنميها فيهم. زي ما انتم شايفين كده الصوره، القائد الناجح هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل قاده ناجحين كتير وراه، ماشي، ويكبر الناس ويطور الناس ويخرج من تحت ايده ايه؟ مديرين كتير. دايما دي من الحاجات اللي بنفتخر بيها ساعات كتير في الدقهليه، نقول ان في وكلاء وزاره كتير ايه؟ في الدقهليه بره في المحافظات التانيه، يبقى الدقهليه ايا كان معايير الاختيار، لكن ان جنرال في اسماء موجوده وكلاء وزاره في اكتر من محافظه، محافظات كبيره من ولاد الدقهليه. فمعنى كده ان الدقهليه ايه زي ما بيقولوا ايه؟ دقهليه ولاده او دقهليه كويسه. وده كان يعني في اجتماع من الاجتماعات كان وكيل وزاره بيفتخر، احد وكلاء الوزاره، ان من المجموعه اللي اشتغلت معاه خرج من تحت ايده وكيل وزاره كذا وكذا 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 وكذا، حتى هو لو مالوش دور، لكن دي من الحاجات اللي بنفتخر بيها. يبقى اي قائد ناجح هيفتخر بايه؟ ان خرج من تحت ايده ايه؟ قاده ناجحين كتير او مديرين مستشفيات كتير، خارجين من المستشفى اللي انا المدير بتاعها لمجرد ان انا كان ليا دور في ايه؟ في تعليمهم وتطويرهم. يبقى جريت ليدر كرييت مور ليدرز. ثانك يو. أي سؤال؟ المجموعة الأونلاين في أي سؤال؟ خلاص تمام، يبقى هنشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وموضوع جديد بإذن الله هنبدأ فيه.